طريق صفحتي الرسمية في موقع الفيسبوك سمير الوافي، وهي صفحة رسمية تستوعب وتستقبل كل أنواع ردود فعلكم واقتراحاتكم وأسئلتكم وكل نقدكم للبرنامج. إذن اليوم عندنا ضيف خاص متميز، ضيف عنده برشا متكلمش، ضيف يعتبر صندوق أسود فيه برشا أسرار، فيه برشا معلومات اقترحوها علينا برشا ناس منذ أشهر، وهو أكثر ضيف يقترحوها علينا الناس ويحبوه يتكلم لأنه استانس وقت اللي يتكلم، يفجر عديد الحقائق، يتكلم بصراحة وبتلقائية، وكل تصريحاته نظرا لتلقائيتها نظرا لخطورتها تثير ضجة كبيرة وتثير ضوضاء كبيرة. ضيفنا اليوم فما برشا ناس تثق فيه، عندها ثقة فيه وفي تصريحاته، ويعتبروه رجل الحقيقة، يعتبروه أيضا الرجل النظيف، هذه ألقاب أطلقوها عليه المعجبين به والناس المنبهرين بشخصيته. الضيف هذا آخر مرة تكلم عنده أشهرة وكلامه قعد راسخ في البال وفي الأذهان وعمل ضجة كبيرة في الإعلام وفي الصحافة وعمل حتى رجة في الساحة السياسية والإعلامية. الضيف هذا اليوم استدرجناه للحديث من جديد، للعودة من الصمت ومن الغياب إلى التصريحات وإلى الحقائق وإلى الكلام بكل تلقائية، بعد ما تحرر من واجب التحفظ نظرا لكونه قاضي بعد 37 سنة قضاء وعمل في القضاء. اليوم ضيفنا يتقاعد من القضاء، اليوم بالذات في هذا الموعد بالذات، وبمجرد خروجه من باب القضاء بعد 37 سنة مسيرة وتجربة باش نحكيو عليها برشا، عنا ما نقولو على القضاء، يجي للاستوديو عنده ما يتكلم، يجي باش يفرغ قلبه، عنده برشا حقائق، عنده برشا معلومات يحب يقولها اليوم للتوانسة. نستقبلوا مع بعضنا ضيفي اليوم القاضي فرحات الراجحي. سي فرحات الراجحي، أول مرة أنا نقدم ضيف بالطريقة بالطريقة المشوقة والحماسية والانفعالية هذه، لأنك ضيف خاص جدا، لأنك ضيف غير تقليدي وغير مستهلك الأشهر هذه. احنا سعداء جدا باستضافتك، وأكيد السادة المشاهدين يستناو فيك شنو باش تقول ويعولوا برشا على صراحتك كالعادة، على تلقائيتك وعلى الشعار اللي ترفعه ديما اللي هو الشفافية. طبعا نعرف اللي أنت تتفرج في البرنامج كل نهار تسبت تقريبا وتتبع فيه، نذكرك البرنامج هذا يواتيك برشا لأنك وتواتيني ونواتيك لأني أنا عندي أسئلة مستفزة وأنت عندك أجوبة تلقائية ومنحازة برشا للحقائق. اللون نتاع الديكور يتغير حسب مناطق البرنامج، وأنت سيادتك عندك برشا مناطق، منها مناطق سوداء ومناطق خطيرة. مرحبا بك في برنامج صراحة راحة الأستاذ القاضي الفاضل فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق وبرشا حاجات. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، وبالمناسبة نحييو قناة حنا بعر ونحييو السادة المشاهدات والمشاهدين لقناة حنا بعر ولغيرها من القنوات. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فرحات. اليوم الساعة نبداو من البداية، اليوم ختمت 37 سنة من العمل في القضاء. القضاء تبارك الله 37 سنة وأنت تعمل في القضاء، اليوم نعرفوا اللي هو نهار تاريخي عندك أنت، نهار مختلف على في عمرك. باش نبدا نسالك على المسيره هذه الطويله، اولا مبروك التقاعد اليوم. شكرا. اليوم البرنامج يتعدى هو اخر نهار في المحكمه. في المحكمه صحيح. شنية احساسك وانت خارج من 37 سنه قضاء وما ادراك ما القضاء؟ كنت فيهم قاضي، تقلبت في ادق المسؤوليات القضائيه. صحيح، وكذلك المده اللي قضيتها في القضاء 37 سنه قضيتها في العمل المهني أكثر من سنة عدي حياتي الشخصية. بشرت القضاء منذ نعومة أظفاري، معناها عمري 23 سنة، طبعا عندي 60 سنة، معناها 37 سنة قضاء، بحيث فترة طويلة ومليئة بالأحداث. الشيء اللي فرحان به في خروجي المشعر به، معناها نعتز به، وأني خرجت معناها فرحان بالعمل اللي عملته. ماكش متأثر؟ أم نام إي كونسيونس. متأثر ربما، متأثر بحكم الشيخ على التغيير في حياتي، التحول تغيير ربما جذري. مش تعبيه بالسياسة. ما يمنعش، لا نسبيا ما يمنعش، وأني فرحان وأني عديت الكارير بتاعي، أنا فرحان به. به، نتو نجيو.
2 فرحان واني خرجت في صحه جيده. الحمد لله. فضل ربي. فرحان واني راضي على المردود اللي اعطيته، فرحان وانه كوني معناها انسان يتخلى على القيود والالتزامات واللي كونترانت كانت تبسلط عليه بحكم انتماء لسلك معين من القضاء اللي يفرض سلوكيات معينه وضغوطات. فرحان اني خرجت في احسن ظرف باعتبار ان القضاء حاليا ولا من الاسلاك ولا من القطاعات اللي منبوذه مكروهه متهمه مهمشه، دونك سعيد ومحظوظ واني خرجت في الظرف المناسب. اعطيني الفرصه باش نسالك على، لانه انسان يخرج من القضاء ويمشي للتقاعد بعد 37 سنه عمل في سلك من اهم الاسلاك ومن الاعمده الاساسيه في الدوله وفي المجتمع، ما نجموش نفلتوه من غير ما نسالوه برشا اسئله فيهم شويه مشاعر وانفعالات وعواطف. 37 سنه قضاء، اليوم هو اخر يوم في مسيرتك القضائيه، عمر كامل عديته في القضاء تقريبا. قاضيان تعرفها، القاضيان في النار وقاضي في الجنه. وقاضي في الجنه. هل ضميرك مرتاح بعد 37 سنه قضاء وعمل في القضاء وجلسات ومرافعات ومتهمين قدامك وناس حكمت عليهم وناس قضيت لهم على مستقبلهم وناس قضيت لهم اونتر بارونتيز بالقانون طبعا وبالاحكام القضائيه، وربما معناها القاضي مسكين وقت اللي يرجع لضميره ويتحاسب مع ضميره مسكين، يعني ساعات يشعر بالتعذيب اذا يبدا عنده ضمير، ظلمش عدلش ندمش، اسكو متصالح مع ضميره والا لا؟ شنو هو ضميرك مرتاح؟ انت تعرف انه قاضياني في الجنه في النار وقاضي في الجنه، يعني تزعزع الجمله. صحيح، تزعزع الجمله اذا كان انسان ما قامش بما يقضيه الواجب ما يمليه الضمير. اذا كان انسان شنو العمل القضائي، شنو العمليه؟ انسان ينظر في الملفات، يحاول قدر الامكان باش يطبق القانون، سلام تطبيق القانون، يكونوا حسن نيه وما عندوش خلفيات. اذا كان تبدا المقاربه بتاعه بالطريقه ذي، ما فماش علاش باش يكون هو ضميره مش مرتاح ولا ما يرقدش الليل ولا يكون يحس في نفسه، وبالتالي بين قوسين الملاحظه بتاعك بنا يحط لهم مستقبلهم تحت مستقبل القاضي هو وسيله، اما يكون ساهم فيها بالاساس اي ساهم فيها هو المعني بالامر. هو القاضي هو حق مستقبله هو هو وصل روحه القاضي باش يحكم عليه. تبقى القاضي المعادله شنو هو؟ يحاول قدر الامكان باش يعدل، يحاول قدر الامكان باش يساهم في استقرار الاوضاع في المجتمع، ويزدي ما يمنعش باش يزدي خدمه ويعاون وياخذ بيد المتقاضي ولا المحكوم عليه ولا المتهم قدر الامكان من خلاله هو من خلال خدمه المتقاضي يزدي خدمه للوطن ويكون العدل. العداله حاجه مثاليه، تبقى يحاول قدر الامكان باش يكون اقرب الاحكام واقرب ما تكون الى العداله، وبالتالي يرضي ضميره. ما ندمت على حتى شيء؟ كي تتلفت التالي 37 سنه في المحاكم والجلسات والمرافعات والظلم والانصاف والناس اللي تجي تشكي والمتهمين والاعدام والسجون والاحكام، ما تندم على شيء؟ مرتاح وراضي؟ اذا كان القاضي يحب يكون مستقل ويكون عادل، المبدا ذا يستمد من ذاته، بحيث لا شيء يمنع القاضي باش يكون عادل مهما كانت طبيعه النظام اللي يعمل فيه القاضي. فما هي شنو التسلط الديكتاتوريه، الاغراءات، الرشوه، برشا حاجات. لا جوستيس اتيمان، العداله الانسانيه، تقعد ديفياسيون انسان، لكن ما يمنعش جانب كبير من القضاة، حتى القضاة نحن تو المناوتين مشات النعود، فما جانب كبير منهم قضاة معناها نظاف، نزيهين، مستقلين، عادلين، فما جانب منهم زاد كما كل القطاعات وكما كل انسان، كما الاعلام، كما اي جميع القطاعات. الشيء المنحرف ولا السيء موجود في جميع القطاعات. ربما ما ننتظرش منك باش تعترف لي، باش تعترف لي اللي انت ظلمت او حسيت بتأنيب ضمير او ما ننتظرهاش، ونعرف ما تنجمش تقولها حتى كان تحس بها بينك وبين روحك، لكن ولا ندمت على حاجه، ولكن لكن المرء انما المرء حديث بعده طبعا في جميع الكواليس القطاعات السمعه والصوره معروفين، هذيك ما يشكر روحه تعمل الخير تلقى الخير وتقعد بعدك سمعتك وكل شيء. ولكن سي فرحات، قاضي خدم في عهدين ديكتاتوريين، انت خدمت في عهد بورقيبه وخدمت في عهد بن علي. بن علي في الزوز، في العهدين ما كانش فما قضاء مستقل بنسبه متفاوته. بن علي ربما انت تو من بعد تجاوبني، ربما القضاء نتاع بن علي كان اكثر التصاق بالديكتاتوريه واكثر تنفيذ، اكثر جهاز نتاع ديكتاتوريه، ولكن حتى في عهد بورقيبه ما كانش فما قضاء مستقل. في العهدين هذوما خدمت فيهم، يعني وكان فيهم القضاء جهاز مستعمل للتسلط، للظلم، للقهر، لفرض الديكتاتوريه، للتخويف، للترهيب، لمعاقبه اللي يعارض واللي يتكلم واللي يعبر واللي يحب يكون حر واللي يدافع على الظلم وكل شيء.
كيفاش ينجم قاضي معناها صعيب واحد باش يهضمها، كيفاش ينجم قاضي كما سيادتك وماكش قاضي عادي، كنت قاضي تقلدت مناصب كبيره ومسؤوليات كبيره وحساسه، ينجم يخرج من العهدين هذوما تاع الديكتاتوريه نظيف وراضي على ضميره ومريقل وما عندوش تأنيب ضمير. أو كيفاش؟ مهما تكون ديكتاتورية الأنظمة اللي بشر فيها القاضي ولا الأمني ولا رجل الإعلام العمل نتاعو، الديكتاتورية هي ما تكونش معناها عامة تسلط على جميع الموظفين، على جميع القضاة، على جميع الأمنيين ولا جميع الإعلاميين. الديكتاتورية تمارس في قنوات معينة. مثلا نخدم في القضاء، في القضاء كيف السيركوي مثلا تقول لي فما ديكتاتورية ولا فما تعديل؟ كيفاش التعليمات مثلا؟ لا تعليمات يعملوا قنوات، نحن السيركوي مثلا حاكم تحقيق وكل جمهورية دائرة اتهام دائرة جنائية. ولا في المدني فما ثلاثة دوائر سيركوي هذوك يحدوا أشخاص معينين. أشخاص معينين يمارسوا قضايا في سيركوي معين، تعين القضايا في النمط نتاعها وتعمل 200 أربع درجات هذيك الدرجة الأخرين يخدموا بها. فيما باقيها فيما تبقى من القضاة ولا من الهياكل ولا من الدوائر يخدموا بكل حرية وبكل الضمير وبكل استقلال. أنا تبدا كاناليزي في أجهزة في أشخاص معينين في دوائر معينة اللي ربما ياخذوا ترقيات مش قطاع كامل. ولكن الديكتاتورية جهاز كامل يكون غير مستقل وتفعله. ولكن في مناسبات أشخاص معينين. أي ولكن الترقيات والامتيازات نتاع القضاة كانت تستعمل من طرف النظام لترويض وتركيع ورضوخ القضاة، يعني وأنت من أكثر الناس من أكثر الناس اللي تمتعوا بترقيات وامتيازات وخدمت في السواحل في المحاكم على السواحل في وزارة في المس وصلت وكيل عام، يعني تبارك الله تمتعت بحقوقك. الترقيات طبعا باش نحصلوا على العمليه بالضبط. قلت لك فما اشخاص معينين يخدموا قضايا معينه ارضاء للسلطه. العدد نتاعها ماهوش كبير في 1200 قاضي. نسبة قديش؟ تقول لك 1200 قاضي مثلا. هم اغلبهم في المحاكم المركزيه مثلا كديزون تونس سوسا صفاقس. المحاكم الكبيره. نحن 1200 اللي يستحقوهم ما يفوتوش من سونتين. دي سونتين. لا ما يفوتوش اون سونتين. اون سونتين الماكسيموم اذا كان مش 50 واحد. ال 50 هذوما نحن المسؤوليه اللي عندنا 150 بوست. هذوكم اللي تقع مجهزه بصفه انا اوليه هم ياخذوا الاولويه. لكن ما يمنعش بقيه القضاه الاخرين ولا المسؤولين الاخرين مؤهلين تولي الكفاءه هي العامل الخاص المشترك، خاطر الدوله بقدر ما تستحق القضاه. تستحق الكفاءه زي. تستحق الكفاءه ساعات تلمع الصوره نتاعها حتى في العلاقات الخارجيه وحتى الداخليه باش تظهر معناها فما مظهر من الديمقراطيه ومن دونك انت كنت من الناس اللي لمع بهم بن علي في صورته يعني حاتك خلق. بالتلميع باي شكل تلميع، التلميع ذو معنيين، فما التلميع لخدمة نظام معناها حقا او باطلا، وفما التلميع باعتبار يتباهى بما عنده مستوى معين. خاطر تحطيت في مناصب معناها حساسة وكيل عام في المونستير مش في بنزرت مش يعني منصب كبير. مش صحيح تعرف ايش نقول لك وكيل عام أنا مش حاليا مش منصب انا حاليا أي. انا حاليا اقدم القضاة. من اقدم القضاة. اي من اقدم القضاة حتى المسؤوليات خذيتها صيف متأخرة. والكارير بتاعي الكل خدمتها مدني، خدمتها عقاري. وحتى كي نمشي نخدم في الدوائر الجنائيه القضايا الخاصه مستحيل ننظر فيها. وي قضايا ترابلسيه فين؟ ما هو في العقاري والمدني والمالي وكل شيء. انا واحد الناس انا شخصيا كارييري اللي انتهيت ما عنديش قضايا خاصه تماما ومستحيل فكروا من الوقت من الاوقات باش يحلوا اي قضيه جامعي. جنائي. جنائي والجنائي مش جميع القضايا تعين. قضايا قلت لك ياخذوها اشخاص معينين لتحقيق اهداف معينه واحكام معينه معناها سطر. انت خدمت في العهدين، شنو الفرق بين قضاء بن علي وقضاء بورقيبه بكل صراحه؟ الفرق بيناتهم قضاء بورقيبه الفتره ذيك الاستقلال عدم استقلال القضاء واضح لانه فما سلطه عليا هي تحكم في القضاء كله، هي وقف في اطار في مؤسسه الوكيل العام للجمهوريه وقت سي محمد فرحان ذاك دون لو تون. كان انظف شويه اكثر استقلاليه كان اوتوريتي يحكم معناها كلمه لا ترد امام القضاء. انا مركع على القضاء. مركع على القضاء. كان راكع القضاء. راكع القضاء بالمناسبه. ولكن في عهد بن علي كان اكثر معناها براتيكمون كيف 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 نفس الاله الديكتاتوريه اللي تتحكم في القضايا التي معناها الدوله تعتني بها وعندها غايات معينه لازم تمشي وفق اتجاهات معينه. واضح. ماديا سي فرحات بعد 37 سنة شنو صورت من القضاء؟ لاباس يعني الصورة باهي سافا تبقى القاضي ينجم القاضي يولي ثري بعد 37 سنة كاش يكون وضعه الاجتماعي يسمح له قبل والا عنده وسائل أخرى زاد
وسائل اخرى باش يدخل في متاهات تاع المالفيرساسيون. اي ممكن موجود اللي يخمم في الاتجاه هذاك موجود 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 بين القضاة. حاشين يبدا مستقيم مش مستقيم. ثم قضاة خاطر املاكهم تتجاوز المسيره نتاعهم او البوست اذا كان او المداخيل نتاعهم القضاء. اذا كان في حدود المرتبات نتاعهم ما يجمش يعمل حاجه كبيره. لكن لا شيء يمنع اذا كان وضعه الاجتماعي من الاول معناها يسمح له ينجم يكون عنده. اما في اطار وظيف لا. انا يكون مواطن عادي. القاضي ما عندوش في القانون تصريح على الشرف بممتلكاته قبل ما يتعين. تذكر في تونس. مش مفعل القانون هذا. مش مفعل. مش مفعل. مش مفعل. وانت لاباس. نذكر دون لوطون احنا في ترول نظار في عهد بورقيبه عمرنا مطبوعه نتاع الاملاك. حكم ناحيه. حكم ناحيه دون ليزاني 81 82 عملنا تصريح بالاملاك. عملنا مطبوعه الناس كله. اي دوبوي ما تعملتش. وانت لاباس معناها ماديا سافا صورت من القضاء كم لا مش من القضاء لاباس. مش من القضاء؟ ملمنين. وضع اجتماعي محترم. من غير قضاء. قضاء عادي تعيش وكاهو. مش تقول لبس عليك القضاء جامي. اكتويلمون توا في بعد الثوره مازلت فما تدخلات في القضاء حسب ما تشوف لانك انت خدمت في ثلاثه عهود بورقيبه عهد بورقيبه عهد بن علي ثم عهد الثوره. في عهد الثوره نمشي ونخرج من بورقيبه وبن علي ونمشي للثوره. القضاء توا سي فرحات مازلت فيه تدخلات مازال فيه فساد مازال ما تصلحش بنسبه كبيره. التدخلات على حسب كان موجود سابقا التدخل هي كل صراحه انت انسان معروف بالصراحه نتاعك بكل صراحه طول. التدخلات من الاشخاص ولا من السلطه؟ من السلطه. من السلطه انا شخصيا ما عشتوش. لا انت شفته ما عشتوش مش بالضروره تعيشه انت توا خاطرك قاضي في المحكمه في محكمه التعقيب يعني بعد شويه قربت للفريجيدير بريسك بعد العمله الاخرى في مستوى محكمة التعقيب المحاكم بصفة عامة أنت تعرف خاطر مطلع مازال فما تدخلات من الدولة في القضاء كقاضي تو أنت متحرر ما تخاف من شيء من قبل ما تخافش أنت ديجا. أنا حاجة ما عشتهاش شخصيا ما نحكمش عليها. علاش وليت تحكي هكا قدام الكاميرا معناها غريبة تتبدل خاطر باش تدخل السياسة لازم ترد بالك خاطر شوري وجه اصبع الاتهام ربما الصورة ما قلناش سمي نحن لا لا ما اخي ارضي ضميرك ارضي ضميرك كل الحق ما نحكي كان حاجة عشت انا ما تدخلوليش بورتون نظرت في الجناية لا انت ماكش في قضايا تتطلب التدخل نعرف انا البوست نتاعك الحالي في محكمه التعقيب ماكش في اما نحكي بصفه عامه في القضاء اسكو كيما يحكيوا المعارضه كيما يحكيوا الجمعيات وكيما تحكي بعض الصحافه انه فما تدخلات في امور القضاء من طرف السلطه ربما عندهم عطيتها اكثر مني انا تبدلت لا فديتوها شنو معناها شعفة وتوبة ما عادش تتكلم الحقيقة ما عادش تقول الحقيقة لا فما حاجات مثلا ما يجب أحد يقول فيها ما حاجة ما تو لا با كونستاتي يا خويا نمشي معاك الأكثر أنا نمشي معاك الأكثر من هك نزيد نحدد لك باش نسهل لك الصراحة ونتمنى أنك تكون سريع يعني الناس أعلمه الناس اللي تتفرج فيك تعرفك إنسان صريح ومنحاز للحقيقة ما تخيب لهمش ظنهم وما تكونش دبلوماسي وما تعملش شوية مكياج وتولي عبد آخر فرحات الراجحي جديد وباش تدخل السياسة توا وكذا باش تولي تصريحاتك بالميزان. ثم زوز قضايا شهيرة توا في القضاء هما اللي جابوا مثلا من ابرز القضايا اللي جابوا الاتهام للوزاره انها تتدخل في القضاء قضيه سامي الفهري اللي هي اشهر قضيه ثم قضيه اخرى قضيه خالد القبي مثلا من بين رجال الاعمال الكل اللي معروفين بقربهم بنفس الاتهامات بريسك تسجن سي خالد القبي اكهو خالد القبي فقط هو اللي تشد في الحبس وزيد سامي الفهري التمشي نتاع القضيه نتاعه الناس الكل تنتقد فيه رغم أن وزير العدل مفا وقال ما فماش تدخل في القضاء وخاصة أنك قريب من ملف سامي الفهري لأنك في التعقيب أنت ونتصورك اطلعت عليه الملف وإلا تعرفه بالتدقيق يا أخي جاوب هذوما زوز أمثلة عطيت ناخذ الوضعية بتاع سامي الفهري فما إشكالية قانونية مطروحة دي ربما وزارة العدل ربما ما كان محل نقص استفاء سامي الفهري باش يكون واضح العموم عملية بسيطة حاكم تحقيق خليها بحال صراحة مشات دير تيام صدرت قرار دير تيام بالإحالة وإصدار بطاقة إيداع بطاقة إيداع كانت نحن نقولوا متزامنة مع قرار الإحالة عقب القرار مشى للتعقيب محكمة التعقيب نقضته
نقضت نقض القرار يعني وفي كي نقض القرار في مستوى التنفيذ المساعد مدعي العام يرتب الاثار نتاع النقض بعد برقي السجن قال السيد هذا يتسيب الى حد الان عادي عادي معناها مشكلين في مستوى التنفيذ بتاريخ اللاحق متاخر حسب ما روج في وسائل الاعلام قالوا جات برقيه ثانيه تليت ثاني قال السيد هذا ما يتسيبش شنو هو السبب؟ اللي هو برقية ثانية اللي قالوا ظلم إلى حد الآن فماش ظلم حتى في مستوى البرقية الثانية خاطر في بعض الأحيان نحن نغلطوا نوجه برقية بتاع إفراج ما كان عليه أن توجه بالتالي نتراجعوا فيها ليش أيامنا لأنه هذاك ما يتسماش حكم وإن يتسمى إجراءات إدارية البرقية الثانية سي الرئيس المدعي العام استشكى الأمر قالوا راهو النقض ماهوش الكل ما يشملش بطاقة إيداع وإنما يشمل أصل البركة وبالتالي هذه حالة من حالات عدم إفراج محامين تاع اختلاف قانوني فيه نقاش هذا فيه تجاوز خاطر محكمة التعقيب ننقضوا نحن ننقضوا يا ترى كليا ولا جزئيا واضح جاء نص امبيغو قالوا بالنقض محامين استشكوا الامر مشاو لمستوى محكمة التعقيب قالوا الحكم هذا نتاعك ماهوش واضح يا محكمة يا قضاة يا سادة ليكم انتم مشاو وانت في محكمة التعقيب وهذا ربما بديت راي معناها بديت راي في القضية معني بالامر معناها انت المحكمة وضحت وقالت هاو عندي نسخة من القرار قالت النقض كلي من وجه نظر محكمة التعقيب منصبا عليه في كلياته فإن نقض القرار الاتهام يكون نقضا كليا قالت راهو تنقض هذا هو قرار الإحالة نقض كلي كلي يعني سيد يتسيب يتسيب نورمالمون أو حر هنا كان عليها محكمة التعقيب في مستوى النيابة تبعت برقية تفرج عليه ما تبعثتش البرقيه؟ ما تبعثتش البرقيه عادي انه ماهوش عادي ما جاتش العاده في النقد الكلي يتسيب يرجع الوضعيه اللي ما كانت عليه قبل القرار المنقوض الوضعيه اللي كان قبل كان بحال صراحه يرجع بحال صراحه وهنا ما يختلفوش اثنين بالمناسبه استغل الفرصه باش حتى نداء السيد وزير عدل باش يرجع عليه علاش؟ السيد وزير عدل لان السيد وزير عدل من الصلاحيات الاساسيه هو رئيس النيابه العموميه بالنص وإذا كان ثم تطبيق غير سليم القانون هو يأذن وما يعتبرش تدخل في القضاء وزير العدل من صلاحيته باش يقول يا نيابة عمومية عمر تيليكس وعمر برقية وهذا أفرج عليه ولا ما تفرجش عليه تبقى برقية ثانية اللي يبقى الاستدراك والرجوع في عدم الإفراج من حق وزير العدل باش على التعليمات علاش؟ لأن نحن في مستوى التنفيذ النيابة العمومية الرئيس نتاعها وزير العدل وزير العدل يتدخل في مستوى النيابة العمومية يتدخل واضح توا قانونيا معناها سي المفروض يكون حر حر ويزم وزير العدل يدارك الامر ما لا ما لا علاش مازال موجود في السجن؟ هاو الاشكاليه الاخرى اللي وقعت ثم اشكاليه اللي هي ما عندهاش معنى هو المحكمه يعني. قالت كليا يلزم يفرج عنها هو توا وجوده في السجن يعتبر غير قانوني اعتداء الحريه الذاتيه غير قانوني هذه شهاده قاضي لا بالنص والغريب انك جايب معاك الوثائق متوقع اني باش نسالك على سامي الفهري متصور متصور كي ما تسيبش في مستوى التعقيب واللي هو كان حتما وجوبه باش يتسيب باعتبار قالت لك محكمه التعقيب اللي اعلى سلطه في القضاء قالت لك السيد هذايا راهو في حال صراحه بالنقد كليا مع النقد القرار القاضي بالاحاله في اصل ونقد بطاقه الايداع كي تنقد بطاقه الايداع انت ماهاش عنده اساس قانوني باش يقعد موقوف البعض يقول لك ما هل ترى من صلاحيات محكمه التعقيب باش تنقد بطاقه الايداع من صلاحياتها باش نعطيك عينه في الباب هذا حذر روحك بالقدا لا مع الافراج كان معناها اهتميت بالامر يكون جي مسيو امبورتي حاب تشوف فما قرار تعقيبي قرار ذي صدر 26 فيفري 1968 عنده 45 سنه 45 سنه برئيس محمد الوصيف قرار عدد 4986 نقضت محكمه التعقيب قرار جنائي قاضي في الموضوع مش من حيث الاستقراء قررت محكمة قبول مطلب التعقيب بشكل من الموضوع النقض الحكم المطعون فيه وصراح استطاعا من السجن. واضح. خلاصة الموضوع؟ خلاصة الموضوع المحكمة كان عليها باش تقول صرحة لكن في التفسير قالوا ما على النيابة العمومية أن تنفذ القرار. الإشكال اللي طرا بعد كي ما وقعش الإفراج عليه إيش عملوا المحامين نتاعهم؟ مشاو منوا الملف بالنقض رجع لدائرة الاتهام. قالوا له يا دائرة الاتهام من جديد هذا صدر قرار بالتفسير اليوم اللي هو النقض كلي. لو 5 ديسمبر لو 6 ديسمبر مشاو لدير تيام قال هاي محكمه تعقيب قالت نقض قل لي سيب لي منوبي بت لي في وضعيه منوبي محكمه دير تيام في مستوى الاستئناف
قالت الموضوع نتاع الافراج ما يعنينيش وانما يعني التعقيب. تعقدت المساله. تعقدت هذا نسميه استقاله من قيام بواجب العداله. وعلاش؟ ثم تدخل خارجي في الموضوع؟ وزارة العدل عن طريق وزير العدل انفى انه فما تدخل في قضية سامي الفهي وانها في عهدة القضاء وانها قضية معناها عدلية قانونية ما عندهاش علاقة بالسياسة. لا الموضوع مش قضائي، الموضوع هنا خلافي ما بين النيابة العمومية والمتهم. بما ان وزير العدل هو رئيس النيابة العمومية يأذن النيابة بالإفراج وما يعتبرش تدخل في القضاء لأنه هو رئيس النيابة العمومية، كلما رأى انحرافا في الإجراءات سميه انحراف يعني في الاجراءات تطبيق غير هو يقول لك وزير عدل يسر على سلامه تطبيق القانون بواسطه وكلاء العامين في كامل تراب الجمهوريه. اذا كان انحراف خرق الاجراءات معناها القضاه الفرواس للوا يدخل هو، انا هو القضاه مش قضاه جليسيين النيابه العموميه والتنفيذ يعني النيابه هو يرجع الامور الى نصابها وما يعتبرش دار في القضاء. وبالعكس سجلها الوزير التاريخ يعني خاصه هنا الثوره بتاعه وقت الثوره بتاع حريه كل ما يقع اعتداء الحريات وخرق القانون. سامحني هذا موضوع اخر، احنا مش قانونيا مش حد صراحه احنا نحكيوا على القانون ومانيش بالقانون في حاله من حالات الصراحه الوجوبي. انت قاضي تعرف اكثر مني، ولكن القانون في حاله من حالات الصراحه الوجوبي بحكم قضية سيب بحكم تعقيب يلزم نأتمر بقراراتها. سؤال ثم تدخل سياسي من السلطة في القضية وإلا لا؟ علاش تنسي مش قلت لا تدخل سياسي؟ أنا قلت السلطة هذه نداء نوجه سي البحيري يا سي نور الدين البحيري تحياتي، هذا في حالة صراحة الإفراج عليه الإذن النيابة العمومية بالإفراج، اسمعني الإذن بالنيابة العمومية الإفراج احتراما لحرمة الإجراءات ولحرمة القانون ما يمنعش كيف يرجع لي اليوم باش يتعاقب بعد. اي هذيك موضوع اخر. هاي الخطوره احنا مانيش نطالبوا بالتوضيح من وضح العموم. هو تو في حاله افراج ودير تيام تو المرحله الثالثه قدم مطلب الافراج تو في مستوى دير تيام القضيه تعينت من جديد. دير تيام تجد ما عادش تعالج مع حد شيء. كان باش تفرج عليه. هو في حاله افراج. واضح. اسمعني لا مازال. كان باش تصدر فيه بطاقه ايداع. باش تعمل لنا جلسه نتاع سيدي. كان باش تصدر فيه بطاقه ايداع. ما عندهاش حق تصدر بطاقه ايداع خاطر اذا كان سيدي كيتصيب ما عادش نتوقفوا من جديد الا في حالتين يكون معناها يستدعيه وما يجيش ولا طرات ظروف خطيره جديده من شانها ان تعكر الحاله في وضع مش كما كان عليه جديد تجيب امور جديده اللي هي مش موجوده. انت المهم توا قلت انه المفروض انه يكون في حاله صراح. ومن بعد تصير القضيه بصفه عاديه مش معناها في حاله صراح. ما عادش نوقفوا من جديد نعطيك اكثر. ما يمكنش المحكمة باش توقفوا من جديد حسب معطيات هذيك الملف. اذا تم اطلاق سراح كانش اذا كانت جات سيركونستونس اجرافون اخرى جديده في غياب الظرف المشدد الجديد ما نجيش توقفوا. نسالك سؤال وما نطولوش برشا زاد خاطر سالتك من الاول على رجل الاعمال المعروف خالد القبي اللي هو ماهوش تابع الحكومه هذه تابع الحكومه السابقه حكومه الباجي قايد السبسي واللي انت كنت فيها خدمت فيها شوي عاش قديش من نهار. تشد سي تم القبض على سي خالد القبي ورمي في السجن ونسي وثم ناس تتساءل علاش خالد القبي بالذات من بين مئات رجال الاعمال هو بالذات يتشد في قضيه فما منها برشا متشابهه متورطين فيها رجال اعمال وما تشدوش وفي حاله صراح علاش يتحاسب هو بالذات وعلاش يمشي كبش فداء واسك فما تصفيه حسابات في الموضوع لانه ثم شكون يقول فما تصفيه حسابات وفما تعليمات صدرت بالقبض عليه وبالقائه في السجن هكاك ظلم حتى ظلما ولا تمييزا ما نقولوش ظلما ما نعرفوش حيثيه القضيه ولكن نقولوا هو بالذات شد الحبس. القضيه هذه قضيه غامضه والراجل تنساه في الحبس نقولوا كلمه هكا كلمه حق وكهو مانيش باش لا نظلموا ولا نجاملوا. في فتره الحكومه الانتقاليه الاولى العداله اللي معناها تصفيه بعض القضايا وبعض الجرائم كان الطرف الفاعل فيها البيفو نتاعها هي لجنه تقصي الحقائق حول فساد الرشا اللي كانت يتراسها المرحوم عبد الفتاح مر. العمل نتاعها كان فعلا انتقائي. وانتقامي زاد. انتقائي. انتقائي ماهوش نزيه يعني. انتقائي يفرض حتما وبالضروره الانتقامي. بالاتهام سيبلي اشخاص معينين والحال وان وضعيتهم ربما تكون اقل حده واقل خطوره من اشخاص اخرين مش ملومش بين انتقائي وانتقامي. خاطر ما فماش علاش بالنسبه للوضعيات تختار زيد دون عمر هذاك موجود بالضبط والعمل اللي كنت على جديد كان مشبوه ينجم يكون زيد يستحق اي يستحق علاش هو بالذات بالضبط كانت عداله انتقائيه اللي تجرنا الى عداله يعني انتقاميه. علاش؟ خاطر ما وقعتش وقتها عداله انتقاليه فيها حسابات يعني بطبيعه الحال ما دام تختار هذا وقت وتقول القضاء كيفاش يمشي في الطياره هذه
وقتها اللجنه بتتقصي الحقائق، انا ذيك ما في بالي بها وعشتها. الشيء اللي قرروا لجنه تقصي الحقائق القضاة خاصة في مستوى الاستقراء التحقيق والنيابة يتبعوه جملة وتفصيل، هي التي براتيك ما تقرر مصير الواحد المتقاضين. يعني اللجنة كانت تحكم؟ هي تحكم. كانت هي وزارة عدل الموازي أو نيابة عامة موازية؟ أكثر منها. أكثر. كانت عندها سلطة أكثر. هي. ورغم هذا ما كانتش نزيهة في 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 معالجتها للقضايا والملفات؟ ما كنتش مش نزيهة، ماهيش عادلة. ماهيش عادلة يعني ماهيش نزيهة، اللي ماهوش عادل ماهوش نزيه. العدل قبي كحالوه ولا غيره عنده اتهام، معناها فيه هو عادل معاه، مش نزيه على خاطر ما كانش عادل في المقاربة الشمولية لمعالجة الأوضاع الملفات بكل عدالة. واضح. فهمت؟ يعني فما حسابات في الحكاية. مش في نورمال. تصفية حسابات. فما شكون يحكم فيها لجنة تقصي الحقائق من وراء من وراء الأضواء ومن وراء الستار. الهيكل كامل والملاحظات مش راي انا هذه شخصي، معناها شيء معناها تقال برشا كلام، تسير من الخلف، من الظل، من شكون؟ علاه العباره بتاع الظل؟ ماهيش عارف علاش مش عارف يعني الظل فيه برشا عباد. انا شك فيها اللجنه هذيك توا السيد الله يرحمه شكك فيها. انا في فتره داخليه متحبه في حقائقها، سي عبد التحبور كلمني حب يعمل زياره قصر كرطاش، كلمني المدير تاع الامن الرئاسي قال لي راسي عبد الفتاح بيجي مع ثلاثة، قلت له ما يجيش خاطر وقت عندنا اشكاليه قائمه قامت الدنيا وما قعدتش على حكايه الزياره تاع سيدي ظريف وكل الاموال سوا ديزون رهيبه موجوده، ولي نشك في صدقيتها موجوده ولا تشك فيها؟ اي شك فيها. يعني تنجم تكون جيت من البنك سنترال وتحطت غادي؟ وارد جدا. وانت وقتها وزير داخليه تعرف الحاجات هذو؟ ما بحثتش عليها ما لقيتش وقت. ولكن اما شيء شككني نقول لك كي يجي سي عبد الفتاح بيجي مطيطه، قلت له ما يجيش ما تخليهمش يدخلوا. رغم انهم لجنه تقصي الحقائق ويحكموا عندهم نفوذ. قلت لا. علاش؟ تاخر شويه بعد خلي راهو كيعلموا خلوا وزير الداخليه بعد قالوا راهو مع احترامي ليه انا استاذنت من رئيس الدوله باش نجي. انا كلمت حكم تحقيق قلت له ما دام تعهد بالملف تاع رئيس الدوله السابق. ممكن احنا في التعهد كنا نسين يتعهد موضوع يتعهد بشخص وبجميع ما شمل من افعال، قلت له برمج سيرو تيرا مشي التحقيق الموجود تو حاليا وعمل بريكيسيون عمل بلومباج عمل الكل ما لقى حد شيء في القصر. ما عدا اكثر في مخدرات. لو كان جيت فما حكيت الفلوس صحيح انا خممت وحدي بار ديدكسيون كان حكيت الفلوس موجود راه خسر معاه بالفلوس. كي جي وراه ما كان جاوا بعد حكي التحقيق معناهم قالوا لا رجعوا بخفي حنين. وعلاش حسب رايك يحطوا فلوس هكاك في قصر سيدي ظريف ويظهروها للراي العام في التلفزه؟ علاش؟ انا في قناعتي الشخصيه ما نصورش. شنو الغايه؟ شنو الغايه من الفيلم هذا؟ اذا انت تعتبره تشك فيه انه فيلم؟ تشك فيه. شنو هي الغايه؟ شنو هي الغايه؟ ربما لتاجيج الراي العام، انا دي خدمه اغراض سياسيه معينه. ابو؟ ما فهمتهاش، فهمت. خدمه اغراض، شنو هي الاغراض مثلا؟ بالمطلق. انا خلفيات اللي عندهم هما كان السيد موجود اسلوه هو. انت كنت في وسطهم، انت تعرف كل شيء شنو تزيد تكلم تكلم قاعد شطر الكلام قاعد في صدرك. انا شك فيها وكا بوان ربما التاريخ ماكش شاك هكاك عندك معلومات لانك وزير داخليه وقت عندك التقارير وعندك الدنيا الكل. كل حال باسون مش مشكل. لا كيفاش باسون التوانسه يستناو فيك ما شبعتهم. انا تيت معلومه قلت منعته انا من ارويهم كما ترويت طب. منعتهم من الحضور وما لقينا حتى شيء في القصر لقينا جيست حكيت فيها فروده وحاجات هيستوريك مش بالحجم الاخر كيما باريو فريمون ابسورد ما يجيش حقه اكثر. ما يصيرش. يعني الاغراض السياسيه كلمه ما فهمتهاش بصراحه نحب نفهم. ما فهمتهاش. الفتره ذيك الكل مش مفهومه هي. الفتره ذيك الكل اللي انت شديت فيها وزير الداخليه هتا ونجيوها ننتقلوا ساعه ونكملوا الملف القضائي في اللون الاخر والمنطقه الاخرى من الحوار. اهلا وسهلا. مرحبا بك. سي فرحات اشتغلت مع في 37 سنه ذوما قضاء اللي خرجت منهم الى التقاعد، اشتغلت مع العشرات من وزراء العدل في الفترتين في العهدين بين عهد بورقيبه وعهد بن علي، اشتغلت مع عشرات وزراء العدل. وحتى مع سي البشير التكاري في المده الاخرى قبل الثوره. كنت خلالها وكيل عام ويعني قاضي سامي وتتسمى مسؤول اطار سامي في وزاره العدل، وتعاملت
مع وزراء العدل ذوما، وخاصة مع الاسم الأخير بشير التكاري اللي هو متعلق به قضايا تو. شكون أسوأ وزير عدل في تاريخ تونس تعتبره ضر القضاء وأفسد القضاء وتدخل في عمل القضاة وخرب نزاهة القضاء؟ أنا فترة خدمت مع العديد من الوزراء صحيح، تبقى الكارير بتاعي بداية بتاعي إلى حد الفترة الأخيرة أغلب العمل بتاعي كان مدني بالأساس. أي. وفي القضاء أحكي على القضاء بصفة عامة، مش عليك أنت بالذات. بصفة عامة. أي، ليش عليك أنت يعني. هو الاتهام تاع الوزراء اللي باشروا وزارة عدل، هل ترى الاتهام للأنظمة والأشخاص؟ الأشخاص تأمرها الأنظمة. وبالتالي وبالتالي معناها كل إنسان مأمور. ما تلومش عليه يعني؟ مش ما تلومش عليه. هما وسائل نتاع النظام في قضايا معينة. عبد المأمور. عبد المأمور. معناها أنت كي يأمروك يأمرك وزير العدل غدوة باش تحرف قضية والظالم ترده مظلوم والمظلوم ترده ظالم، يعني ما عندكش ذنب خاطرك عبد المأمور. لا ما فهمتش المقاربة بتاعي. الوزراء اللي تداولوا على السلطة في نظامي بورقيبة وبن علي. المسؤولية نتاعهم حسب رأينا كيف كيف. نفس الدور قوم به كل. كل. خاطر نفس السياسة. خاطر نفس السيستم ونفس المنظومة. بالضبط. نرجعوا ديما للعدالة الانتقائية. تقول لي أنت ربما هذا عمل أكثر. نقول لك بالضبط. العاملين أكثر. مش خاطر هو كشخص يحب خاطر الفترة. أكثر. على خاطر فترة جات بالضبط. صحيح. بظهروا الملعوب. لوجيك كلامك ولكن. ما نعرفش. أما نفس الأدوار. من أكثر السياسة الدولة. من أكثر المتهمين بهذا هو السي بشير التكاري. هذه قلت لك أنا. الاتهام هذاك ثبتوا الأبحاث. أما هو ربما فترة هذه. أنا قلت مثلا نعطيك فترة تاعي أنا. خاطر خدمت معاه واقتربت منه أنت. لا بابار. تو أنا تقول لي ربما سي فرحات راجعك عملت كارير وكذا وما خدمتش قضايا سياسية. نقول لك من ربما نحسن حظي الفترة اللي خدمت فيها أنا تو الجنائي وكيل عام وكذا من 2000 إلى ما بعد ما فماش قضايا سياسية. ما جاتش قضايا سياسية. معناها الفترة أهم فترة بتاع القمع وكذا كانوا فيها فترة. ثم محامين قدموا شهادات كما سي الأستاذ ناصر العويني ضد سي بشير التكاري، يعني شهادات فظيعة على تدخله في القضاء، إفساده للقضاء، يعني شهادات خطيرة جدا. أنا والله ما وأنت قاضي هكا وقلت لا 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 ما قلتش لا. أنا في علاقتي به وفي العمل أثناء المباشرة عمل ما عندنا حتى إشكال بتاعتي وما جاتش إشكاليات. بعد هذه القضايا لا سياسية ما تنجمش تقول خاطر تولي متورط معك. لا لا قول وزيادة تقولك مورط ولا قول وزيادة. في الفترة أنا خدمت في بنزرت تخدمت في مستير ما خدمتش في تونس. دونك ما عندناش قضايا لا نقابية لا مهنية لا سياسية. لا لا فعلا كل عام في بنزرت يحكم في حتى للجنوب. لا لا نعرفوا احنا لا لا مش صحيح. بالتليفون يحكم. لا مش صحيح. وما عندناش قضايا سياسيه فعلا. اي نعرف هذه في بنزرت فما قضايا سياسيه في بنزرت. ما عندناش قضايا سياسيه في تونس. ما عندناش قضايا سياسيه في بنزرت فعلا. في مصر ما عندناش قضايا سياسيه. حركه نضاليه كبيره كانت. ما عندناش قضايا ما عندناش فتره الفتره انا مريت بها شخصيا ما لا ولا نهار سمعت قضيه سياسيه مطروحه. صح عليك صح عليك. قضايا ماليه وقضايا تاع فلوس وقضايا اقتصاديه هوبي. لكن اهم قضايا في تونس. بالحق شو بحكم كيف كذا فماش قضايا. صحيح ما لا مش كان في تونس. فما حتى البرة فما قضايا. هل صحيح ما يتردد بربي زيد تكرم علينا شوي كون سخي بربي راهو معناها في المعلومة ما تخيبش الأمل اللي عايش. لا والله والله بكل صراحة. هل صحيح؟ بصراحة راحة اي بكل صراحة. تو خرجت للتقاعد خذ عهدا علي خرجت للتقاعد رتح ضميرك والله قول للرأي العام شنو الحقيقة ملاك مش تكبر ولاك مش تظلم ولاك مش تهاب. لا جامي اعتبرها اخويا جلسه ونفتحوا فيها في ملفات. كي نحب نكون صريح زاده ما نمسش اعراض الناس بمجرد الاستنتاج من الشبهه. عندك حق عندك حق لهنا وانت معروف وانت معروف بالاستنتاج. تعلمتها بالباساج تاع دير معناها انا في موضوع سامي الفهد كانت كل صدق بكل عمق وجات حتى ندير يعطيك الصحه في حاجه بنعرفها رديت ضميرك واضح وضميري مرتاح واضح وانا كجيت مسؤول في النيابه العموميه واحنا نصحك تفرج عليه من غير ما نشاور واحنا غايتنا ثم برشا كما سامي الفهري ولكن سامي الفهري معروف وذاك علاش طرحناه لا ندافعوا على زيد ولا على عمرو ولا ندخلوا في القضاء ولا حتى شيء قضيه شهيره ولات قضيه راي عام جبدناها ووضحناها وانا هاني خدمه قبل سامي الفهري ما نعرفه كان في الصندوق في البرنامج برنامج الصندوق كشخص ما عارف كان في برنامج الصندوق ولا ما نعرف واضح واضح به مواطن تونس شحال فيه نخرجوا منه الموضوع هل صحيح انه
سي البشير التكالي كما رددوا بعض القضاة وبعض المحامين وجزء من الساحة الإعلامية أنه عنده ملفات هامة وخطيرة عن الكثير من القضاة، والملفات هذه بحوزته، وأصبح يساوم ويبتز بها السلطة ويستعمل فيها أو ما يستعملش فيها، هذا موضوع آخر، لكن عنده وإلا لا حسب معلوماتك. وأنت تقعد في دوائر القضاء وتعرف الحكاية هذه. لا علم لي بهذا الموضوع تماما. هذا سؤال شخصي يهم المعني بالأمر ويهم ربما السلطات المباشرة المواضيع. خاطر يتقال أنا يتقال أول مرة المعلومة هذه والله ما أبو فعلا معلومة خرجت في بعض الجمعية النقابة قاعديش ما عنديش علم. إيه أنا سألتك صحيح ولا ماهيش موضوع ما أعطيتها لكش موضوع معلومة صحيح ولا مؤكدة يعني. صحيح. والحالة المعلومة نعرفهاش من أساسها. واضح. واضح. باهي نوصلوا لأخطر وأشهر قضية رفع جلست فيها سي فرحات وحكمت فيها. هي من أخطر وأشهر القضايا التاريخية في تاريخ تونس. نظرت فيها وحكمت فيها. وتطلب برشا صراحة وبرشا حقيقة وانتو كان ما عندكش شواء ما عندكش وين تفلت لأنك محاصر. القضية هذه حكم هي قضية تفجير الفنادق في سوسة وفي المستير واللي اتهموا فيها الإسلام اتهموا فيها الإسلاميين واتهموا فيها قيادات من حركة النهضة، قيادات كبيرة وموجودين حتى التوا وأسماء كبيرة. ومن الصدف أن كنت أنت القاضي اللي انظرت في القضية هذه. هل أرضيت ضميرك في القضية هذه؟ أعطينا الحقيقة حول القضية هذه اللي قاعدة جزء من تاريخ تونس غامضة. ناس تقول بن علي هو اللي فبركها وألفها لتوريط الإسلاميين وتشويهم، وناس تقول العكس. عاد انت مادام عندك المعطى بتاع القضية هذه. عندي المعطى ما نحب نسمعه من المعني بالأرض. علاه ما خديش نسخة من الحكم؟ عندي. في 40 صفحة حسب الذكر. ايه عاد مكتوب فيها حتى مطيتها بتاع الصباح. ايه تفجير حنا بعد بالاس. احكي لي الحيثيات. ايه. وهنا بيتش كيريات بالاس. ثلاثة وتلة. ثلاثة وتلة. اللي تفجروا فين عام وقتها ذكرني؟ قديم ما في عهد بن علي الحسن. انا رئاسة الحكومة تاعي عندي تقريبا 18 سنة ولا 17 سنة. ايه. وقت كانت قضية درجة واحدة في المادة الجنائية. هذيك القضية أنا أول ما تفاجأت بها قضية عندما نشرت أمام أنظار الديرة الجنائية في ذيك هي ديجا الفعل عندها 6 أو 7 سنوات ما تعرفوش على الفاعلين اكتشفوهم بفترة لاحقة وجاتك اللي تفاجأت بها أنا سألت الناس المتهمين فيها 7 متهمين اعترافات تلقائية صريحة واضحة معناها ما في حتى شيء اعترفوا تفاجأت وهم مجموعة من الإسلاميين الإسلاميين اعترفوا بدون لا ضغط لا تعذيب لا حتى شيء قدامي في الجلسه ما همش ما ثمش اثار شيء. تعذيب لا اثار لا طبيعي جدا اعترفوا بانهم فجروا بكل تلقائيه وحكمت انت اونتر 20 سنه من 20 سنه لا الحكم تاعنا كانت معتدله 20 سنه شفت الاقصى 20 سنه فما حتى نخدمش كون سخدي صرصي وحتى الموقف السلطه معناها الاثار تاع الاحكام خذيت صديق كبير وانا واحد من المحامين وقت ربما يخدم على النظام ما عرفش ما نهزوه هذاك ترجموه الحكم الانجليزيه والفرنسويه وقت ديجا قاعدين ترجموا فيه هزوه المفوضيه العليا الاوروبيه كوم كوا معناها كارتقينا في مستوى الاحكام لتغطيه ربما يعني حكم مثالي تعتبره يعني حكم مثالي نزيه مريقل ما تدخلتش فيه السلطه؟ الحكم هذاك بالنسبه للامباكت تاع الفعله يتسمى اكثر من لين مخفف جدا ترتب في السيره مع الجماعه مع شكون لا الحكم مخفف جدا تعرف علاش خاطر فعلا خطيره جدا فعلا تفجير معناها ولكن بالحجر البرهان والدليل ولكن المدعم بالاعتراف شوف ولكن توا هذا موضوع ما نجمش تعديه فيسع الـ 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 الاسلاميين يقولوا انه القضيه هذيك ترفكها بن علي والفها بن علي لتشويهم ولتوريطهم وباش يلقى حجه باش يقسيهم وباش يعذبهم وباش يدمرهم ما قيمه من الاعترافات تلقائيه في الجلسه؟ تحت التدريب ولا التعذيب ما جاتكش تعليمات باش تنزل عليهم باش تحكم في غير ضميرك اقسم بالله العظيم اللي كلمني حتى انسان لا في مستوى السلطه ولا في اي شيء ابو قضيه عاديه قضيه نتاع اسلاميين ما يكلموكش السلطه معناها سي بيزاغ سي فرحان لا الفتره ذيك الجو السياسي هادئ فماش هادئ رغم التفجيرات والتوتر نتاع مع الاسلاميين انا نقول لك الفعل في تاريخ المحاكمه 7 أعوام بعد ارتكاب الفعل
فهمت. ما تزامنش المحاكم مع التفجيرات. في هذيك 6 7 سنين فما هدنه. ثم اسماء معروفه. ربما انه با فولي. ثم اسماء كبيره معروفه تو موجوده في الحكم. الله نسيتهم الحكم الاشخاص نسيتهم. لا تعرف لا 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 لا, 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 لا. اللي كي اون بروفوكي الواحد فما الاسماء ماشي با فولي. من بينهم ولد سي حامد القروي اما ما تعداش للمحكمه. ولد سي حامد القروي. سي نجيب القروي الدكتور نجيب القروي. موجود بقى اسمه. تنح. تنح. تنحى من طرف السلطه. لكن ولد عمه معاه. ولد عمه تعدى الحبس وهو تنحى. ودير ولد عمه ذاك في الجلسه ضحكني قال لي شبيني ولد عمي مش معايا علاش انا وحدي. بيع ولد عمه. لا في الابحاث باهي واضح. اه باهي. شو عندنا؟ بون اونتر بيع ولد عمه ما ينجمش يكون ولكن عادي عنده حق. ولكن يعني غريبه هاو دخلت السلطه تقول لي ما دخلتش دخلت ونحات من القضيه نحات ولد سي حامد القرم. نحاتهم من القضيه باش ما يتحكمش. نحن القضاة ساعات الحمل الكل على القضاة. ليش ما تدخلتش في السلطة؟ بشوية باش تدخل. القضايا كيفاش تمشي؟ معناها خاطر كاينك تدافع على بن علي، لا ما تدخلش وما قلقناش وما اعطاناش تعليمات باش نحكموا ورغم انها قضية سياسية كبيرة تهم أمن الدولة وتهم نحن المحاكم وتفجيرات تاع ثلاثة وتلة وتقول لي لا معناها السلطة في مستوى التقاضي تجيب الإنسان اللي تحب عليه. تجيب لك الملف ديجا من الملف وحتى الاشخاص لازم الناس تجيبك شريك والفعل الاصلي ما تجيبوش وما عندكش انت صلاحيه كبحث ما تقوم تجيبوا لي السيد الاخر هذه قاعده اجرائيه السيد يجيبوه حضره خدمه محكمه وحاكم ومن لم يقع حضاره وتوجيه التهمه عليه ما يقولكش كمحكمه تقول السيد الاخر علاش تحكم هكا وانت طريت فهمت بحيث اذا كان فما تداخل الملف يقع اعداده من الاول هو شنو الذكاء في هذيك القضايا ربما تاع النظام العالي فما ناس مفكرين يحضروا قضايا ويخدموها بطريقه باش تقع احكام معينه ويحضروا الارضيه باش كل شيء مروشك القضيه يمشي في اتجاه ما يجيش يتصرف خاطر اللي كل شيء حاطينه اوبوتو واضح وبالتالي ما يستحقش التدخل بتاع السلطه هو خاطر ديجا قضيه مروشكه فاجأتنا يعني انت اكثر واحد تعرف الملف وحكمت فيه واصدرت فيه احكام وقلت انك مرتاح الضمير وما ظلمتش وما ظلمتهمش الاسلاميين وما تجنيتش عليه حسب المعطيات الموجوده في الملف نخليك بينك وبين ضميرك انا مجرد ضميري يكون على يقين وانه مرتاح انا نسال فقط طلعت شويه على الواحد انت كي تقرا الدوسي بركة ما تسحقش باش يكون يريح لك ضميرك ولا ضميري واضح الملف هذاك ولا غير الملفات ويختلفوا اثنين بالنسبه للمعاينات اللي وقعت تفجيراتها تقول ربما عملها بن علي في الملف ما عندناش انت كقاضي بنات كيما نقولوا نحن نطلع المال سادة تقول لي ولا اعترافات قدام القاضي نجم نطلع المال السعدة نقول لك لا بتتر في البحث شعنا في البحث تو تغلب لي تقول لي الاعترافات شعنا في البحث يا فلان بفلان انا ملف في باليش بيت ملف يا فلان عملت هذه عملته في الوقت الفلاني تفاصيل وفيهم اسامي كبار موجودين توا ولا فيهم شكون هارب وقت شعنا في الاسامي بي ما نسميهمش مش فيهم شكون هارب فما مسؤولين وقت هاربين اليوم كيهم واحد تيليغيدي العمليات شعنا فيهم لا شعنا فيهم مانيش باش نسميه حتى اسم ولكن نحب نعرف فما اسماء موجوده في الحكم توا لا في الحكم ليه؟ في الابحاث. لا في الحكم في السلطه توا يعني نقصد. السلطه. ما تعرفش بيه ما نحرجكش اكثر من هكا. باش نخرج معاك من القضايا التاريخيه اللي حكمت فيها فريمون عندك مسيره كبيره تقول لي ما حكمتش في قضايا سياسيه هذه تتسمى قضيه سياسيه من اكبر واخطر القضايا وخليت بسماتها في تاريخ تونس. واختلفوا فيها الناس انت من الاول قلت لي لا انا خاتيني السياسه وكذا هاك طلعت حكمت في قضايا سياسيه. لا في اخطر قضيه سياسيه القضيه ومن القضيه من الحظ نتاعها بون ماهيش حق عام تقول لي قضيه ارهابيه ربما عندها ابعاد سياسيه ولا المنطلقات تاعها سياسيه بالنسبه لها كعرجناها قضيه عاديه مش في طرف سياسي واضح خاطر الواحد منطلقاتها السياسيه والاعتباراتها خفيه في الملف نستغرب انا بين الاسطر صراحه بين الاسطر تفيق بها نستغرب انه معناها كيفاش النظام ما يتدخلش باقي مانيش مقتنع كيفاش النظام ما يتدخلش في قضايا كما هذيا وما يقولش صلتوا اقصى العقوبات واعملوا كذا واقوى دليل ويسال على المسير القضيه اقوى دليل ما تدخلش قضيه متفجرات بالحجم هذاك وبالتزامن نتاعها وبالخطوره نتاعها والوقع نتاعها على المجتمع كانت الاحكام فما نتذكر حرس هذاك الحرس خذا عامين سرسي وعلاش خذا عامين سرسي؟ حرس شنو عمل له هذا؟ حرس معناها عنده سياره نقل من بقعه لبقعه هزهم سوا ديزون مشارك يعني مشارك لا بعدم التبليغ بعدم الاعلام فهمت سلبيه تستر
انا ما كانش عنده دور فاعل. ما يعرفهمش يفجروا، وانا قال ما يعرفوا في اتجاه معين، لكن نقل حكمت في قضايا اخرى من نوع ذي؟ لا، الوحيده جات انا بارازار بحكم نقلتي وتعييني في بصير، واكتشاف القضيه ذيك وتزامنها مع تعييني. من سوء حظك او من حسن حظك تعتبرها تو؟ حسن حظي فيش؟ من حسن حظك انه جاتك القضيه ذي ولا من سوء حظك؟ لا، من حسن حظي تعلمت العديد من الاشياء. من القضيه هذه؟ من القضيه ذي. شنو تعلم؟ تعلمت ما دخلتش سابقا في قضايا ذات خلفيات سياسيه وذات بعد سياسي وبالحجم هذاك في طار متفجرات وعندها طبيعه ارهابيه، والامباكت اللي عملته سواء كان على المستوى الوطني التونسي تزعزعت الدنيا بحكم وقت السياحه والاثار بتاعها خارجيه. هذا حلوه. ما حكمت في حتى قضيه تخص الطرابلسيه؟ لا بالكل. لا ريان. صحيح انهم كانوا يحكموا في القضاء الطرابلسيه وخاصه يا اخوي يقولوا يقولوا شنو يقولوا يا اخي؟ انت من وسط القضاء وتقول لي يقولوا. هي هم كلمه لا ترد. كلمه لا ترد. هذه قلت لك انا قضاء ثم قنوات يلزم قضايا تقضى. معناها وخاصة العالم نخرجوا من موضوع القضايا والملفات والمحاكم والجلسات ونمشيو للسياسه. سي فرحات، بعد الثوره في اخطر شهرين في تاريخ تونس، ربما من اخطر شهرين في تاريخ تونس، النهار فيهم يتعدى علينا 10 سنين. فرحات الراجحي يلقى روحه صدفه وزير للداخليه في اخطر كرسي زاده في الحكومه هذيك، وربما اخطر كرسي في تاريخ تونس، وزير داخليه في بلاد يعني مهدده بالفوضى او دخلت الفوضى او فيها جزء منها فوضى، بلاد معناها مشكلتها الامن والاستقرار، بلاد مهدده بالسقوط في الهاويه، في وزاره لقاها كما خلاها بن علي بريسك، فما حتى تعديلات وقت، ومع حكومه هي حكومة بن علي بريسك زادة فيها بعض التعديلات، ومازال رئيس الحكومة هو بيدو رئيس حكومة بن علي سي محمد الغنوشي، ونفس الوضع كما هو شهرين في تاريخ تونس. كيفاش تعينت ساعة؟ اللي عينك باش ما باش ما باش عينك سي يعني قبل ما تتعين كنت باش تشد رئيس ديوان وزير العدل سي الازهر القروي الشابي اللي هو صديق. سمعت. فوالا. انا تفاجات مش بالتعيين، في مجرد التفكير في تعيينهم خاطر ما تصورش وقت من الاوقات باش يعينوا. انت قاعد في الدار على روحك قالوا لك راك وزير الداخليه. قعدت في الدار 6 كلموني، مش 6 عرضوا الموضوع كذا تراكتاسيون ما بين 6 8 تاع الليل، شفت الاخبار قالوا وزير الداخليه. بون في الظرف هذاك التوانسه نعيشوا في حاله رعب. كل انسان مش يعينوا وزير ولا مسؤول رئيس يبدا كابينيه، حتى كي نديله كواحد ريزرفيست في الجيش يمشي. باش يحمي البلاد ولا يحمي عائلته ولا يحمي شخص. دونك معناها الواجب الوطني هذا باش تقمص اي مسؤوليه. انت قلت وزاره الداخليه الفتره هذيك كانت كيما تاع بن علي، لا كانت فتره تاع بن علي تمشي الامور خير. وزاره الداخليه منهاره اباتو اجنو مش موجود، هيك الكل معناها مستقيله والبعض ربما مش موجود. منهاره من الظل او من حكومه حقيقي؟ التصريحات هذوك لا شحال في التصريحات؟ شحال في التصريحات؟ ما نعرفش ما تعرفش شكون عينك؟ ما نعرفش. كانوا عرضوا المنصب نتاع وزير الداخليه عرضوه على سي مختار الجلالي زوج المناضله ام زياد ورفض. والله يمكن المعلومه دي. ثم توجهوا لشخص اخر هو اللي نصحهم بكنتي. يعني كيفاش انا نعرف وانت ما تعرفش؟ غريبه سي فرحات. لا هو في بالي ما عادش صريح. انا خليت رئيس العماده تاع المحامين هو اللي اقترح الاسم، والاسم هذا كان مدعم من سي عبد الرزاق الكيلان. وكان مدعم زاد سي العميد سي الازهر القروي الشابي اللي هو صديق. اي زميل وصديق. اي ما كنت باش تتعين مدير ديوانه. اي دونك مادام اتفقوا على بدلوك من على مدير ديوان مشيت. ربما بعض المواصفات اللي تمت الحكومه كانت توفرت فيا استقر رأي قالوا هذا ربما تاع المرحله. حسب معلوماتي كانت وقتها حطوك مدير ديوان، الناس مازالت تهني فيك على مدير ديوان وجاك تعين وزير الداخليه. بس مدير ديوان العرض هذا معناها لم يقع عرضه علي. نمشيو بشويه وندخلوا معاك وزاره الداخليه في الفتره هذيك. بروفيل وزير الداخليه بدلوا سي فرحات الراجل. كنا يعني ولينا نشوفوا في وزير الداخليه كنا نشوفوا فيه حازم وسعيب وصارم وما يتكلمش
وصورة معناها صلبة وكذا، وصورة بريسك ساعات متوحشة وصعيبة ومخيفة، ولا وزير داخلية ناعم وطيب وبسيط، وكنا كنا كنا نخافوا منه، ولينا نخافوا عليه، معناها سرقوا له كبوت وسرقوا له تليفونه ودخلوا له للبيرو وخرج لنا يتشكى في التلفزة. يعني غيرت البروفيل نتاع وزير الداخلية. وزير الداخلية مثلا سرقوا له كبوته وتليفونه، واللي هو يحمي الناس من السراق، واللي دخلوا له وسرقوا له. اي معناها صورة كاريكاتورية. باهي. هاو الإشكالية فين؟ وزارة الداخلية قلت لك منهارة. أباتو. ما عادش عندها وجود. متهمة منبوذة. أنا في نصف المجتمع. حبيت تصلح لي. فوالا. أنت كده في وضع ذاك الصور والمواصفات اللي تعطي شخصية لوزير الداخلية وتعطي أبها وتعطي حضور. ما يمكنش توفر في الظرف هذاك. لو كان جات الظروف الأخرى اللي تحكي عليها، خاطر الأبها بتاع وزير الداخلية ولا بتاع أي وزير تكمل وزارة يعني تو. برستيج باش توفروا، مش هو يفرض ذاته. صحيح أون بارتي عنده حضور. لا الهيبة هذيك فما إطار، فما وضع معين، تو الوزراء تو موجود. تو رئيس الدولة نحن ما يحترموش العباد. مش خاطر هو ما يستحقش الاحترام، يستحقوا زيادة. أما الظرف التمرد بتاع العباد بتاع وانهيار مؤسسات الدولة والنظرة للوضيعة لأجهزة الدولة المؤسسات، ما الشخص ولا ما عادش عنده حتى اعتبار. دونك إلا انتيري باش يهبط لوطا ويتواضع قدر الإمكان ويحاول حتى يكتسب ودهم حتى يقع بين مؤسسة الدولة، تبدا من جديد. ربما في وقت ملاقات تولي عنده الشخصية وعنده الحضور، اللي هذا يحب لمدة طويلة باش يتكون. قريب تموت في المداهمة هذيك نتاع مكتبك وكذا، وسرقوا وهزوا لك كبوتك وتليفونك وكذا، قريب تموت. خرجت من الباب الخلف. هي هذيك أنا مفبركة. علاش أنا برد فعل؟ خاطر علاش النظام مفبركة؟ منظمة. منظمة معناها. فيها خلفيات، نقول خلفيات سياسية. شنو الخلفية؟ هو الأجهزة بتاع الداخلية ولد في الظرف هذاك مطلوبة متهمة، وربما قد تحاكم، وربما مهددة حتى في حياتها ووجودها، مش في بقاها ولا استمرارها. الوزير اللي يصلح ما يساعدهمش. ما يساعدهمش. تقصد هكا. حبوا يقتلوك. ما يقولوش حبوا يقتلوني، ماذا بهم يحرقوها وزارة الداخلية. أخي في الفترة هذيك ما وقعش حرق وزارة الداخلية بتاع مصر. صحيح. جهاز من الدولة بليتو. مو سياسي. في فترة سيما كاتريم ايطاج. اي مخابرات حرقوها. دونك. بارشيفها بكل. الناس في الفترة هذيك سواء كان امنيين ولا ناس اخرين اللي هما ربما عندهم ارتباطات ولا مصالح امنيين يساعدهم تعكير الاوضاع. وما تصفيش تقعد هكاك. كان فما رغبة لحرق وزارة الداخلية كريمة. بس نورمال. كان العديد من التهديدات اخرج منها 20 30 مرة في النهار، اخرج باش نهدوها باش نطيحوها. باش نحرقوها باش يومين تقريبا 30 مرة. دونك التهديد ذاك تقول ربما صحيح مش صحيح. لوبيات الفساد في اغلبها. في جانب منهم صحيح. الفاسدين اللي خايفين على الوقت. في الظرف هذاك الانسان معناها مش ضامن بقاؤه باش يقعد حي ولا مش حي، تقول يبدا عنده ابه وحضور وكذا. صحيح. مستحيل. كيفاش نجمت بالعكس يعيش في رعب وفي خوف. اي كيفاش نفسيا نجمت تصمد في الفتره هذيك وما هبلتش يعني بالخوف والواحد وزيد حياتك مهدده. الفترة اللي عديتها هذيك كلها انا حتى ربما حتى عائلتي تفاجئوا، الفترة هذيك كلها عديتها خوف. بقى معايا ربي هكا وتشجعت وجاتني هكا كم. عديتها خايفة ما تظهرش. اي. نحن توصل حتى البيرو. كارثي الوضع وقتها. تخاف على روحك في اي لحظة تنجم تصير. والله كان في حالة حرب، تلقى البوليسية على اليمين وعلى اليسار والنينجا وكل هذا إلى مستوى المكتب والباب يسكروا بحيث الخوف مش حتى من المحيطين بك يرحم بوك، حتى في مستوى وزاره الداخليه خاطر الناس كلهم مسلحين واحد ودونجور. انا نقول تجي حتى فتره اختبار وش الخوف راه انت بدك مسلح وقتها، عندك حق قانوني. انا عندي حق مانيش مسلح. قالوا لي خوذ. قالوا خوذ ما حبيتش. ما حبيتش. دونك الناس حتى المحيطين بيك ممكن في الظرف هذاك توتي حتى خلال العديد من الامنين انتحروا. مشكل بجهه وزير يقتل ولا في الفتره هذيك انتحروا. ما عندناش رئيس منطقة في بوشوشة وفي حرس في بدنين. دونك هو إذا كان إنسان يوصل لدرجة شيء يقتل روحه من أبسط الأشياء باش يقتل غيره. والإنسان يراه هو سبب في ربما في قضاء على مهنته ولا على مستقبله المهني. أي وتعتبر من سوء حظك ولا من حسن حظك عينوك وزير داخلية في الفترة ذيك؟ والله من حسن حظي تعلمت حاجة. ما ندمتش أنك قبلت القرار هذاك القرار الخطير في حياتك المسيري؟ أنك تتولى وزارة الداخلية؟ لا. ما ندمتش؟ لا. بالعكس تعلمت واستفدت وعرفت اشياء واتتني فرصه باش عرفوني برشا عباد وجي ماركي ان بوان دون ليستوار دو لا تونيزي. رغم انه في عهد بن علي لسمعنا عليك نكرة. مسيره نضاليه ولا نضلت من اجل القضاء النظيف ولا حتى شيء. سمعنا بقضاة اخرين. لا حضرت نهار في اجتماع. لا في وقت من الاوقات شاركت في جمعيه قضاة الشبان. كانت فتره وجيزه جدا. نعرف. ما عندهاش حتى معنى.
كنت قاضي، قاضي بيتم معنا كنت نخدم دوسياتي مغروب والناس الكل يشهدوا بهذين، خدمت بكيف خدمت بكيف وتشرف نتشرف ياسر بالفتره عديده القضاء وانضمامي لها والانتماء للسلك هذا ومانيش ندم على الكاريير عديده. حتى وقت اللي انت وزير الداخليه الشيء اللي وقتها من القرارات من التصريحات القليله نتاعك اللي ما صدقوهاش العباد غالبا يصدقوك وغالبا يثقوا فيك، كذبت وجود القناصه في الفتره هذيك اللي هما القناصه تحولوا الى شبح في نظر العباد وتحولوا الى حقيقه لازم يعرفوها وتقال عليها برشا كلام، انت من الناس اللي كذبوا وجود القناصه. مازلت شاد في كلامك؟ انا كمسؤول انا ولا انت؟ باهي باش تقول هذا جهاز موجود حاجتي اما تي لو كونستات سور لو تيران ولا بالوثائق والمعطيات ما حد شيء يخب علينا، ما عندناش جهاز في وزاره الداخليه اللي اسمه قناص. ينجم يكون جهاز خارجي كما قالوا برشا عباد. في الحرس فما انا هما القناص فما ديتيرور ديليت كيما موجودين في الحرس البوليسيه كيما في الجيش. باهي نحن في الانخرام وضعنا الامني طفل نورمال هبطوا امي هذوك، اما مش كهجزه كاشخاص فرديين مش كجهاز ياثر فيه جهاز تاع قناصه موجوده. اي ما استعملوش القنص يعني قصدك؟ مش خاطر يلزم القناصه جهاز وانسان مسؤول عليه ما فماش ربما ما فماش حتى تراس يعني تقصد ما فماش لغز قعد لغز قعد لغز. باهي اخطر زوز قرارات اتخذتهم في حياتك وفي مسيرتك القصيرة كوزير داخلية، القصيرة في المدة ولكنها طويلة في معنويا يعني. أخطر زوز قرارات هما إقالة 42 إطار ومدير عام وضابط سامي من أخطر رجال وزارة الداخلية في عهد بن علي. من أخطر وأهم زاد. وكلمة أخطر مش بالضرورة نقصد بها يعني من أخطر نظرا لحساسية المواقع نتاعها. من حيث النفوذ وإمكانية القرار وكل شيء. والقرار الثاني هو قرار حل التجمع اللي هو زاد قرار تاريخي وخذيته انت واصريت عليه وشديت صحيح رغم بعض المعارضات. نبدا بالقرار الاولين اللي هو عزلت 42 اطار وقعدوا لتوا قضيتهم مازالت على السطح واتهموك بانها مظلمه، ارتكبت مظلمه في حقهم بدون لا قضاء ولا مستندات قانونيه ولا حتى شيء. 42 من مدير عام حتى لضابط رئيس منطقه مدير اقليم يعني مشاو كلهم. ثم شكون قال انه املاءات ماهوش قرارك انت هذاك، جاتك املاءات وقائمه جاهزه وطردت. ماكش ندم على القرار هذاك؟ ما تتصورش انك ظلمت فيهم عباد مش كلهم يستحقوا واغلبيه رفعوا قضايا وتظلموا وكل شيء؟ ننظر الموضوع من حيث القرار من حيث وجهة القرار مع عدمه وبعد نشوف كأثر يا ترى فما ظالم ولا. عندي قناعة في الفترة ذيك كما عند القناعة ذي عند العديد من التونسيين، نظام بن علي اللي نوعته بالاستبداد تركز أساسا على حاجتين اللي هو الأمنيين وزارة الداخلية والإعلام لا بار الأوبراتور الداخلية لله محمد رسول الله والحزب. اي هذوما الزوز اما القضاء والاعلام وكل شيء. عطينا في مستوى وزاره الداخليه، وزاره الداخليه هذوما الناس اللي يخدموا في اطار منظومه معينه. وساهموا بدرجه كبيره في تحقيق مآرب السلطه السابقه وتعسفوا وعملوا كذا كي وقعت الثوره، من جمله الطلبات الاساسيه هو انه سيبلي جماعه الامن. يمكنش مواصلة العمل بالأجهزة الأمنية ذيك بالمسؤولين ذوك في الظرف ذاك ما يمكنش. بون نحن فترة ذيك قلت لك أنا حبينا أنا باش نركزوا الأمن باش نعطيو صفة جديدة للأمن تغير ون راسيور الأمنيين بالتنسيق مع شكون؟ مع المجتمع المدني مع الحقوقيين مع الحقوقيين مع سهام بن سدرين دوم الكلام كونتروتر سهام بن سدرين وغيرها وخاصة سهام بن سدرين اللي هي كانت يقولوا كانت تحكم في الداخلية. ما تحكمش الداخلية نقول لك. في عهدك أنت قالوا مش كلامي أنا قالوا حتى من الكلام أنها كانت تحكم في الداخلية. عندك جمعية المدنية. كل سهام بن سدرين كونتروتر الأسامي العادي بالأسماء. وفما دي استراتيجي. خذي لك المعطيات هذيك بالتنسيق مع مسؤولين امنيين هذيك لان هما الاشخاص المشبوهين واللي فيهم مشاكل ياسر والمورطين وكذا وديست هذيك جدريسين وديست انا اون بارتي وكنت وقت سيدي ماسي واحد قلت زيد هذه حينا وكذا وجبنا سيدي ماسي توفيق ديماسي تقصد شنو هو البوست نتاعه وقتها؟ وقتها مدير عام الامن الوطني. هذا من ناحيه
كخيار سياسي استراتيجي تماشى وطموحات واهداف الثوره في الفتره هذيك. ما ظلمتش يعني. اسمعني. انا ذوما الاسماء ما نعرفهمش شخصيا. قد يكون ربما اخطانا في حق انسان. مش سهل. مش انا كشخص. لا لا. قد يكون أنا ربما مش مسؤول. انت قاضي انا تعرف. مش مسؤول. لا مش مسؤول. تعرف علاش؟ مسؤول غير وزير الداخليه. انت وزير الداخليه. انا مسؤول على القرار. صححت على القرار انت. هي صحة القرار. اما المعطيات اللي جبالك على ضوء تاخذ قرار. باش نعمل انكيت في الظرف هذاك امور متاكده. حاجات كيما هذه تمس عرض عباد، شرف عباد، مستقبل عباد، خبز عباد. باهي. يلزم واحد يتحرك فيه. مالا بالمقاربه هذيك. مانيش انا باش نعلم. لا لا اشكرك مالا. انا اصغر منك برشا وانت قاضي وتعرف وتجربه كبيره. الامنيين الكل اللي خدموا الفتره هذيك وخدموا الفتره البلديه الكل يتنحوا. قرار سياسي. سياسي. علاش؟ هذه اون دو القانون الاساسي بتاع قوات الامن الداخلي والمسؤولين لا شيء يمنع رئيس وزير الداخليه يقيل باعتبار السلطه التنفيذيه اللي سيبوردونيه نتاعو يقيلهم في اي وقت. تروا الاقاله ما تمنحهمش واحد معناها تسلم جرايتهم. تقاعد الوجوبهم. تقاعد وجوبي في قانون اساسي تقيلوا وتعفيه من العمل وتعزلوا وتخليه له الشهاديه نتاعك. دونك اجتماع الظروف هذا معنويين دمرتوا. اسمعني. مهنيا اللي تخلف المنظومه هذيك وقع ثورات واضح في دول اخرى. من دفع حب انا راه انا لهنا محامي الشيطان يلزم يتكلم باسم الجماعه قعدوا يتظلموا الكل فيهم شكون صحيح متورط وكذا ولكن ربما قد يكون ما عندناش معطيات فيهم مظلومين. اسمع اما خير قلت لهم تخرج خاطر انت سي فرحات خاطر انت سي فرحات يعني عملت ارتكبت غلطات في القرار هذاك مع احترامي ليك معناها اسمح لي باش نناقشك فيه. جاتك ليستا في الغالب من عند سهام بن سدرين محمد عبو ثلاثة اشخاص عندي المعطيات الكل ما نحبش اكثر من 10 اشخاص وعندي حتى القرار اللي جاك بخط ما تعرفه خط سهام بن سدرين هي الليستا اللي جاتك من عند سهام بن سدرين هذه هي ولا لا؟ تذكر خط سهام بن سدرين هذه صحيح هذه ماهيش نفس الليسته بدلوها لك الداخليه ابارامون ماهيش نفس الليسته اللي اقلتها انت. ثم ناس حسبوا واحد متمسك. لا قلت لك ليستات هذيك اونتر اوتر ليست سهام مش معناها قلت ما طبقتهاش هي بيدها مش هي بيدها فهمتك واضح اونتر اوتر هذيك انا قلت فما حتى اسماء هاو كيفاش نعمل؟ عملت مقارنه العديد من الاسماء تجي حتى بالفاكس. ثم ناس قاعد تلصق معاهم حقوقيين سهام بن سدرين سي محمد عبو سي عبد الرؤوف العيادي ثلاثة هذوما صحيح ولا؟ لصقت معاهم اسمعني الامنيين نفسهم تلقى الاسم يتعاود 20 مرة الاسم يقول لك عمل 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 الامنيين بيدهم يجيبوا معلومات ضد بعضهم واضح دونك الليستة كبرناها تحرير لجنة ويلزم كي تقول لك هكا اللي كان تلقى الليستة هذيك قدم لي سهام متبنينها الكل نفس الاسماء يقول لك سهام مال تعريف لا مش نفس الاسماء دونك حتى سهام وقتها مش معناها صدق 100% عدلته في القائمة ولكن سي فرحات الناس هذوما مازالوا يتظلموا جزء منهم في المحكمة الإدارية وجزء منهم في الإعلام ويعتبروك ظلمتهم ظلم فادح ويطالبوا بمراجعة القرار نتاعك. أنا كشخص وهذه حقهم طبعا الاحتجاج حقهم يحتجوا وأنا كأشخاص ويلوموك على حاجة أنك زادة كنت تحكي على القرارات الانتقائية اللي فيها انتقاء كنت تنقد فيها وأنت استعملتها لأنك فما ناس زاد ما نحبش نسمي الاسامي فاسدين وقتها وزاره الداخليه ما بدلتهمش وما مسيتهمش اكتفيت بالقائمه هذيك وقت اللي واحد يشوف هو تمس واحد معناها كمام متورط وكل شيء يشوف فيه مازال مدير امن الدوله عندي اسمه ما نحبش نقوله خليت مدير الامن الخارجي خليت مدير عام المصالح المختصه خليت مدير التنصت خليت مدير عام العلاقات الخارجيه، خليت مدير المخابرات المعروف على الاخر، خليت بون هذه اتهموك انك خليت صديقك زاد متفقد اعلى. شعرنا فيه تعرفوا بالكدا. اللي خرجناه. ها؟ بقى حل هذاك انا مرتين. ثم شكون حتى يمشي من وزاره الداخليه يقابل بن علي مرتين في الشهر خليته في المنصب نتاعه. يعني هذا اللي منين يجي الظلم. احنا ما يسالش في وقف التامل. اي. ما تمكنلكش بوزاره الداخليه بين عشيه وضحاها تفرقها من جميع المديرين تاعها. فهمت. نعطي مثلا تنصت الاستخبارات هذاك الهيكل في ناس عندهم احترافيين عندهم صنعه في الظرف هذاك ما يتعوضوش في الظرف هذاك ما يتعوضوش لازمك ناس محترفين تخدم بهم يفوت رافي افيك لو تون حتى اما بديل ولا كل مره تقرات ما تفرخيش الوزاره قلت لك تصرف وقت الانسان يقعد فيها كلبو معناها ما عادش يجمع حتى عمل اون بارتي هذيك معناها كرد فعل صعيب انه واحد كي يعزل عباد كيما هذوما عندهم تاريخ امني كبير وعندهم بصمات في الامن صعيب انك تنجم تتحرى عليهم بالكدا وتثبت عليهم تهم الا بالقضاء لا شو عملنا؟
هذيك إقالة إدارية، عفا إداري. واللي عنده مشكلة خاصة بكل إنسان حتى واحد منهم ما ندمت على أنك عافيته وحسيت روحك ظلمته؟ ولا واحد؟ جارية. هذاك قرار فرضته ظروف الثورة. أعدت إدمان. أناش حتى خيار. أي وحتى أبار إعفاء ذمة 42 واحد ولا قديش. قلت لي قرار ثوري فرضته الثورة. يتماشى وطموحات ومتطلبات الثورة. بالله نحب نسمع بالله هنا ثم تناقض كبير سي فرحان. صحيح اوكي قرار ثوري واحد جزء منه جزئيا مش برانسيبال مون جزئيا ولكن اللي تقع اقاله ذم الكل وبعد تجيب تعين في الوقت ذاك سي عبد الستار بن نور اللي هو من اهم رجال الامن نتاع بن علي اللي خدموا الامن نتاع بن علي تجيب تعينه ثم تناقض كبير تنحي هذوما وتجيب سي عبد الستار بن نور يتنحى تجيبوا الصباح يتنحى العشيه بامر من رئيس الحكومه سي الباجي قايد السب اسمعني بالتوضيح خاطر صاحبك خاطر قاضي كيفك لا لا بالتوضيح ما تطلبنيش الاسماء ما نطلبكش الاسماء ولو اني سعيد في الفتره ذيك كان عندنا عسكري هو مدير عام سي احمد شوبير كان احمد شبير مش شوبير شوبير الكل شبير نحيي بالمناسبه سي العقيد العقيد هو جنرال 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 عفوا باش الخطه بتاع مدير عام الامن مدير عام الامن الوطني ما مشاتش الامور بلوكاج توتال بلوكاج مناش الامنيين الموجودين غاديكا بلوكيو الوضع بلوكيو الواحد اتعس خاطر خم في تبديله اقترح عليا شنو عبد الصار بن خمم في تبديله ماكش وحدك تحكم في وزاره الداخليه وقتها عندك صلاحيات كامله ودعم سي محمد والجيش ما عندوش سلطه عليك مجرد راي اقتراح لا ما عندوش سلطه سي رشيد عمار وقتها ما عندوش سلطه عليك بكل لا تقترح مثلا ربما تشاوروا في كل كيون نو ما تي باس خاطر في بالنا هو اللي يحكم في مش صحيح طولي حاريه اسمه ذي عبد الصار بن نور ما تصورتوش في بالي الفتره ذيك نسيته قال لي بالامنيين ما دام مشاش العسكري معاهم كما ينبغي حب ذا لو يخدم واحد معاهم اللي هو ديجا كان امني باش يشوف الامور احسن قلت شكون قال الاسم ذي عبد الصار بن نور اللي السيد طرح حاريه قال الاسم ذي والله قلت سير انا شو انا تيري اللي عندي ذيك النقه مدير عام الامن الوطني يمشي يركح البوليسيه وتمشي الامور بالكدا كما ينبغي في بحث المصالح هذيك غايتي يعني. يهم تجيب حتى سيرياتي بيدو معنا اذا كان يساهم في مش انسان يبدا شغل المهم تركح ما عنديش عليه حاجه خايبه عبد الصار بن نور حتى انا ما عنديش عليه حاجه خايبه اما الصوره العامه انه خدم مدير عام كاتب دوله للامن الوطني في عهد بن علي مده طويله ما ينجمش يكون معناها هاك كنت تحكي لي على الثوره اسمعني كنت تحكي لي على القرارات الثوريه ما الثوره اش تقول قلت الثوره تقول المقاربه تجوز رجال بن علي يلزم يبعد لا المقاربه تجوز تو ديما شيخ ديما سي مدير عام الامن الوطني موجود تو موجود تو اللي كان يخدم معايا واللي خدم بن علي هو مدير عام موجود تو سي البوزيدي مش البوزيدي اللي قبله سي نبيل عبيد لا سي نسيتو اللي سميتهم بكري ديميس سي ديميس سي ديميس سي توفيق ديميسي كان مدير عام ديميسي اي فوالا هو موجود تو يخدم مدير عام الوطني يخدم معك مش مع عفيتو انا ورجع اذا كان الظرف يقتضي باش ادي خدمه امنيه من شانها باش تساهم في استقرار الاوضاع علاش تنحى في نفس النهار تعينتوا الصباح تنحى العشيه روح العشيه قالوا له اقعد في الدار ولا ما جاش جمله البيرو جاء علاش تنحى تعين الصباح تنحى العشية بامر سي الباجي قائد السبسي وقت قال لك كيفاش ما تشاورنيش وتعين عبد الصار بن نور وقامت عليه القيام خاطر سي تافيري اللي فما انسيدون وقع بين سي عبد الصار وسي الباجي فتره معينه وربما اقترح لي الاسم الا فولي بروفوكي ان انسيدون معايا مع سي الباجي فوالا عمل لك فخ خاطر سي عبد الصار بن نور نعلمك هاك قلتها وحدك سي عبد الصار بن نور معروف بانه في وقت من الاوقات هو اللي كلفه بن علي بمحاصرة كمال طيف معناها الأمن وقت اللي كمال طيف تعرض للمضايقات تاع بن علي وحرقوا له المكتب نتاعه وعملوا فيه وراقبوه وتعرض للمحاصرة والسجن وكل شيء في عهد سي عبد الستار بن نور. المعطى هذا عرفته بعد ما خرج من الداخلية. قولوا ميسيلش قولوا. مالوريزمون بور صحيح عرفته ولا. بعد صحيح. انت جبت قلت صحيح اي دونك هذا يعني هذا يعني لو كان جيت نعرف المعلومه هذه لو كنت عالم مالا يا سيدي هذا شو يعني لما عينته هكا اعترف بالمعلومه هذا يعني انه سي كمال طيف وقتها
حكومة ذل، يعني يحكم يحكم عنده نفوذ. موضع ذي ماذا بينا تجاوزته الأحداث. شبك خايف؟ لا مش خايف مش خايف. ربما الوضع الحالي كي نذكر له الاسم هذا جوزته الأحداث تدخل تدخل بعضك سيف. لا لا باديتو لا 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 ضميري مرتاح وعملت كان ملي علي الضمير وراضي اللي عملته. ماكش نادم مانيش نادم بكل على التصريحات نتاعك هذيك القنبله ماكش نادم بكل مانيش نادم وذاك صحيح هما جعلوا منها قنبله والحال وانا اغلب في جانب كبير منها صحيح جانب كبير فيها شويه جانب ربما جانب الجيش هو اللي غالط لا ما اخترم الجيش ولا من الحرس في جانب كبير منها ومشنو مخذبه كلها كمعلومات والحال الطريقه التي وقع عرض بها الفيديو هذاك جانب كبير منها ديدكسيون معناها وجهات نظر استنتاجات دونك تولي كلها صحيحه فيما عدا الاستنتاجات هذيك قراءات شخصيه ما نعرفوش شنو الاستنتاجات ولكن ما عندي مشكل ولكن انت توا بشويه بشويه جيت للحكايه حكومه الظل اللي هي كانت موجوده في الوقت موجوده 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 وتحكم ما كنتش عندك معناها كان ثم شكون يحكم فيك من وراء الظل ابار سلباجي يعني ولا ثم شكون كان يحكم في سلباجي نحن علاقتنا مباشره مع الوزير الاول ما نستحقوش شكون يمشي انا مباشر ربما خلفيه اخرى هذيك مساله ثانيه. باهي نمشيو للون القادم والمنطقه القادمه في الحوار، اهلا وسهلا بك. اللي ما ينجمش ما نجمش الناس تلومني لو كان ما نجبدش عليه في الحلقه ولكن نحب نجبد لك على موضوع الارشيف البوليس السياسي اللي الناس كل تحكي عليه توا والناس طالب بفتحه وبرشا ناس طالب بفتحه لانه فيه اسرار جزء كبير من تاريخ تونس وفيه حقائق وفيه برشا حاجات. ارشيف البوليس السياسي في عهدك انت مازال موجود مازال موجود ومازال سليم محفوظ يقولوا انه تمس في الفتره هذيك وقع تهريب بعض الوثائق وانه استغلت بعض الوثائق وكل شيء. مشيت له انت الارشيف تعرف شكون المسؤول عليه ما نسيتوش ما نسيت ما نسيناش ما خذيتش اجراءات مشيت تحفظ باش الفتره هذيك ما اعطيتوش اهميه لان الوضع الامني السيد في البلاد هو الطاغي على جميع الاعمال يكون اخر ما نفكروا فيه الارشيف والارشيف الامني اللي هي وزاره الداخليه اللي ساهرين عليه ومسؤولين عليه هم امنيين اللي ربما مرتي وبالتالي معناها حفظ الشيء عند انسان هو معناها كيف لابليكي هو دونك سي فرحات يعني الارشيف السياسي ارشيف البوليس السياسي يعني ثم شكون اخترقوا تهربت منه ملفات او تهزت منه ملفات او قاع استعماله او استغلاله من طرف جهات معينه تحس هكا خاصه انه انك وقت وزير داخليه ما حبيتش تقرب للباب نتاع الارشيف وتجنبت انك تمسه لانك تخاف زاد ينجموا يصفيوا لانه خطيره المس الوقت وقت ما يسمحش وموش من اولويات بالنسبه للنظر البوليسياسي فضلا عن كون الناس اللي يعنيها امر بوليسياسي هم ديجا مازالوا مسؤولين في وزاره الداخليه وبالتالي المساس مساله كما كي فيها جانب كبير من خطوره حتى على سلامه الشخص اللي يمشي ياخذ قرار من حيث الحجم اللي طرحته انت وبالتالي وقتها بسابق الاوان وقلنا معناها مازال الوقت ما جمعيه المجتمع المدني اثار مشكلية بتاع الارشيف بتاع البوليس السياسي قلت لهم انا من السابق بالاوان مش ننظر في الموضوع هذا فما عندنا اولويات امنيه متاكده في البلاد اهم من النظر في الارشيف بقى الارشيف تقول يبقى ما بقاش شكون مسؤولين عليه مسؤولين امنيين اللي هم ربما امبليكي في السيستم بالتالي ما كانش يضمن وانا بقى ولا كما نقولوا وقعت محافظ عليه بكل موضوعيه بكل صدق حيث شنو تقترح انت لمعالجه هذا الارشيف واستغلاله واستعماله شنو تقترح شنو هي اقتراحك يعني أنا الأرشيف البوليس السياسي وغيروا من الأرشيفات الموجودة في كامل الوزارات. إن شاء الله ربي يسهل القانون تاع العدالة الانتقالية يقع إقراره وبالتالي يقع حمل الكل في إطار العدالة الانتقالية لمعالجته حسب الإجراءات القانونية في إطار قانون جديد.
انت راهو عندك فيه ملف غادي، الملف نتاعك راهو موجود ربما تحركاتك وسكناتك واخطائك وهفواتك واسرارك والتجاوزات اللي عملتها والاجرام اللي ربما قد ارتكبته. بن عليك قيد عليكم في كل شيء. والله ماذا بي في التقاعد حبذا لو اجد بعض الملفات تعنيني ما كنتش على علم بها. وقت اللي انت وزير الداخليه ما حرصتش باش تشوف لا هذاك التأكيد وانا ما عندي حتى شيء دونك ما عرفتش لو كان نمشيو في اطار تصويت ليزارشيف لو كان عندي اشكاليه ترى مشيت ملف تاعي انا سحبته ومشيت قطعته. القرار نمشيو للقرار الثاني الخطير من اخطر القرارات التاريخيه اللي اتخذتها انت في الفتره هذيك بعد قرار عزل ال 42 اطار ومدير عام في الداخليه. القرار الثاني هو قرار حل التجمع اللي انت اصريت عليه وشديت صحيح فيه لأنه يعني مطلب شعبي ومطلب ثوري في الفترة هذيك، رغم أنك يظهر لي وحسب معلوماتي سي فرحات تعرضت إلى ضغوطات باش ما تحلش التجمع، ثم أطراف دخلت وقالوا لك ما تحلوش، صحيح ولا؟ صحيح. تعرضت لضغوطات؟ أنا القرار تاع حل أطراف سياسية اقتضته ظروف أنا الثورة ومطلب بحيني ومتأكد ملح ملح وبالتالي نحلوه كيكسا وخاصة أنا الجانب الأمني يمكن نسرع اتخاذ القرار الحل به باعتباره كان فترة هذيك جانب كبير من الحزب من مسؤولي الحزب مساهمين في تردي الأوضاع في إشعال فتيلها. وفما حتى فما المتهمين بأنهم عملوا حتى ميليشيا وصدرت عدد من قرارات بإيقاف الأمنيين إيقاف المسؤولين اللي هما في الحزب كذا حتى واحد ما استجاب. شنو حتى واحد ما استجاب؟ إيش معنى؟ الفترة هذيك لقاو الفتن واشعال النار في الولايات وحشعلوها مسؤولين وقتها نتاع بن علي؟ لا مسؤولين حزبيين جهويين بالليسته بالاسامي موجوده عندكم الليست الاسامي 114 واحد وقت وحتى مدير امن وقت شاهد شعلوا الدنيا وهم تابعين التجمع. شعلوا الدنيا شنو شعلوا مش بوسيله التشييع يعني عملوا فتنه فوضى بيرتيرباسيون الوقت وكانوا هم السبب فيها تابعين التجمع تابعين تجمعي أيه. كل مسؤولين سياسيين دستوريين في المناطق داخل الجمهوريه تجمعين نقول الاسامي موجودين الاسامي هذوما ثابتين جاتكم معلومات فيهم وامرت باش توقف وتكررت المعلومات يعني التجمع كان يحب يعمل شبه انقلاب على الثوره ما نعرفش لا هذا ايش يعني حسب ولو انه ماهمش برشا العدد اللي قلت عليه وفما جرم كبير اما يكون تابع التجمع ليست موجوده وقتها مدير الامن معناها يبي لو كونفيرمي فما مجموعات اخرى اللي هي نقابية في إطار الشعب المهنية. دونك هذوما كنا باش نوقفوا الطيارة نقابية من الشعب المهنية. فهمتك أي هذيك حاجة أخرى احتجاجات نقابية لا لا مسؤولين ينضموا للشعب المهنية اللي براتيكمون شعب شعب تجمعية فهمتك أي دونك الأشخاص هذوما ما بقاش يقافوا لكن يتحركوا. شكون ما حبش يوقف؟ الأمنيين. وعلاش؟ ما نعرفش. ربما جات تعليمات من جهات أخرى. هذاك علاش بعد لاحق العفاءات. مرتبطة بالعديد من الأحداث. إي تمردوا يعني فوالا أمنيين متمردين على قرارات وزير الداخلية ما ينفذوش. نعم؟ ما ينفذوش قراراتك. ليه هو مش هو ما يقولكش ما نفذش. تعذر إيقافهم ولا ضبطهم ولا كذا. ريسك تمرد يتسمى. دونك وقت كنا الإيقاف العمل والنشاط هذا لازم يقصوا الأكسجين اللي هو التمويل. حلت الفكرة تاع حكاية تعليق نشاط التجمع باش يقص عليهم التمويل. الفكرة هذه جاتني قابلت السيد الوزير الاول وقتها بدي اعرف الفكره هذه طلبت مقابله مع السيد الوزير الاول اللي هو سي محمد الغنوشي سي محمد الغنوشي وسي فؤاد المبازع سي فؤاد المبازع عرضت عليهم الموضوع قالوا لا لا قالوا وي قالوا سي بون انا نعرضوا تقارير امنيه اما شكون اللي كلمك نص الليل قال لك فك علينا بشويه قالوا سي بون الفكره نهار حد وقتها على اساس ما قلت لهم راهي تساهم بدرجه كبيره في استقرار الاوضاع خاطر شغل غير قصر أنا هما باش يضحيوا بالحزب لضمان تدية الأوضاع. واضح. سي بون. كي مشيت أنا في الست العشية كتبت الواحد وعديت وتفاجئ السيد محمد قال لي أنا ما تفهمناش بصفة باتة. ما تحلش بصفة باتة التجمع. ما كيفاش؟ جمدوا يعني. لا على التعليق. إي على التجميد ديجا على التعليق بل الحل. تجميد وقتي قلق. تجميد وقتي مدة شهر. ندم يبدو لي ندم. قعدتش تراكتاسيون تراجع ما تراجعش كذا. أصريت. كلمك رئيس الدولة نص قبل رئيس الدولة الفترة ذيك باش ربما أثرت في حكومة ظل وكذا الفترة ذيك برشا أشخاص فاعلين في مستوى التجمع كل مرة كانوا يخاطبوا فيه في التليفون يكلموا فيك ولا لا مش يكلموا فيه يكلموا في سي الغنوش حتى شاك فوا نحاول نتصل به يقول له يكلم في فلان يكلم في فلتان فهم آخر كلمة أخذوا من كلش تراجع شديت صحيح وقت اللي معناها وقت اللي سلم في
في منتصف الليل ربع نص الليل ربع كلم السيد رئيس الدولة سيفو دومبازا خالي يبارك فيك وشكرني ويعطيك الصحة وكذا خالي تراجع في قرار شديد التعليق. صحيح قال لك تتراجع في قرار تجميد التجمع شديد صحيح لا قلت والله يبارك أنا شكون هاك تحب الصراحه راح قلت الله يبارك شكون الدور انا قاعد يحاول فيا لكن بعد دور رشيد عمار حاضر المكتب قلت له قرار ما نتراجعش فيه وقلت له مانيش راجع يعني في تونس في الوقت هذاك مازالوا التجمعين فاعلين عندكش فكره انه ثم كلام تردد انه بن علي في الوقت هذاك بكل صراحه كان مازالت عنده اتصالات ببعض المسؤولين تاع الحكومه نتاعكم بعض المسؤولين قصدي ما تعرفش امر جاله لا ما نعرفش ربما ما نعرفش يعني رضيت ضمير سي باجي قايد السبسي لا الفتره اللي فيها سي محمد الغنوشي مانيش نحكي على سي باجي قايد السبسي سي بوسيبل سي بوسيبل في الحال انا ما اتصلش بيا اما تحسوا مازال يحكم الفتره هذيك لا سي فينيا لا من بعيد يعني ولا يحكم عن طريق رجاله مادام تقول لي تجمعين عملوا تسبوا في احتجاجات وكذا وحبوا يشعلوا الدنيا في الـ في الـ في الجهات معناها يعني التجمع مازال كان عنده امل الوقت ممكن حزب التجمع ربما مازال عنده امل ما تقطعش اما كشخص كزيد زي زين العابدين بن علي وفاه بيان سور اما لا فما ناس قالوا حب يرجع وكل شيء فما برشا تصريحات متضاربه في الجانب هذا بون ما تعرفش ما تعرفش انك وزير داخليه ولا ترى لا تسمع لا تتكلم حتى التجمعين ماشي رجعوه انتهى امره واضح به سي بيجي قائد سبسي انت خدمت مع سي محمد الغنوشي وبعد وقت اللي تبدلت جا سي بيجي رئيس حكومه وانت قعدت معاه من وزراء وزير الداخليه ما تبدلش قعد مع سي بيجي باش يكمل معاه سي بيجي يظهر وكانه معناه بصراحه وكانه يكرهك يحقد عليك سامحني في الكلمه سي فرحات التسجيل اللي تسرب على سي الباجي التسجيل الصوتي اللي هو تو في المحكمه سب لك بوك بريسك سامحني في الكلمه حاشا بوك بريسك سب لك بوك معناها انت سهام بن سدرين وقال في كلام خايب وقال حتى صغرك شوي قزمك وقت اللي جيت البيروه معناها وكانك جيت كذا سامحني في الكلمه وكانك في حاله كذليل وكذا جيت البيرو وقلت له لا سي باجي انا راني داخليه والله يحطوني فيها وانا خاطيني وما نعرف شنو يعني قال كلام مسيء علاش سي باجي يكلك شعور الحقد والكره هذا علاش؟ علاش؟ كون واضحين هو كي جا لما عين كوزير اول من عينه؟ من جلبه؟ نحن الحكومه شكون عينوا به في وقت الثوره مش كون واضحين بالكدا تحب الصراحه تحب الصراحه راه في وقت الثوره النظام اللي تواصل في سواء في حكومه الغنوشي ولا في سي باجي قايد السبسي هو تواصل النظام القديم اي بيان سور واضح ولا لا دونك جايين سي باجي قايد السبسي استمرار التوجه هذاك وبالتالي في اطار النظام اللي كان يرعاه التجمع بحيث هو كي جاء براتيكمون ريالمون هو تجمع دونك ما يقبلش باي حال من الاحوال باش انا نكون حليت تجمع وبالتالي في حليت تجمع حقد عليك خاطرك حليت تجمع ما فماش حد سبب اخر هات نقول لك علاش هذا معناها كنا على يقين يكون هذا كان هذا السبب علاش خاطر في العديد من المناسبات تقول السيد هذا ما نعرفوش صحيح هي. كيفاش انت السيد ما تعرفوش وتكون حاقد عليه انكونسيدابل ما تجيش دونك حقده هو في حال الحزب ستة في نورمال اون ودو خاطر مشيت تمشي اخر نهار عيطت نهار اثنين الصباح 9 تاع الصباح باش يعزلك باش يعزلني وقت خذيت قرار اخر اللي هو خطير انا لكن لم يكتب له النجاح عزل المعتمدين قالت جميع المعتمدين المتبقين اللي بعد 135 135 معتمد قررت مش في الفتره هذيك بتاع قاعد يرقد الله اعلم مسؤول على مدير الشؤون السياسيه في الوزاره يمكن مرقن حتى اسم وقتها وقع الاتصال بالديوان وزير اول وقالوا على الاجراء هذا ربما باش يكون عنده اثر خطير لما بقي من لا وزاد هو قال انك انت زاد انك عينت سي عبد الستار بن نور يعني خطا لا يغتفر وما شاورتوش كيفاش تعين رجل من رجال بن علي ومتغش عليك على الحكايه ذيك لكن الفتره اللي قبلوها عينت مديرين عامين الامن الوطني وما شاورتش سي محمد الغنوشي لا ولكن الاسم هذاك معروف بارز ربما طرات إيه لكن هذا ما نعرفش علاش سي باجي ما نعرفش قالت لا معناها انت تو وكانك تقول سي باجي عنده حنين عطف على التجمع وما يحبوش يتحل وانتقم منك لانك حليت التجمع لكن هو اذا كان هو وين ترعرع
ترعرع في الحزب الدستوري. هذه هو التجمع. بعد شد عضو اللجنة المركزية في التجمع العام. شنو تبدل اسم، لكن الهياكل والتوجهات والافكار براتيكمون هي نفسها. كل الاشخاص. دونك هو ما يقبلش بإحالة من الاحوال سواء كان تجمع ولا كان قبل الحزب السوري باش يقع القضاء عليه الحزب من جذوره. كنت سمعت انت كنت باش ترفع به قضية على الكلام اللي قالوا في التسجيل الصوتي هذاك. لا قبلت وبعد بطلت رجعت. لصقت انا سيام بسدرين وتقابلنا ورينا من الاصلح في الظرف هذاك ما تخش بتها تعتقادي ربما أنا بتخدمش البلاد عموما ولا تخدم أجندات سياسية معينة ولا نحن لا حاجة لنا في الدخول في هذه المتاهات. يعني عن طريق سلباجي قائد سبسي اللي هو ما ينكرش أنه صديق سي كمال الطيف، حسيت وقتها وتكلمت وعبرت أنه سي كمال الطيف هو حكومة الظل هو اللي يحكم. كلامك هذاك واعي بيه واعي بيه ما علاش اعتذرت لسي كمال طيف وتراجعت في كلامك تراجعت قلت فماش حكم ظل جامد. انا سمعت لي انت اعتذرت لكمال طيف. لا على الكلام اللي قلته عليه. وشو الكلام اللي قلته انا؟ قلت انه حكم الظل هذه تهمه، يعني الراجل ما عنده حتى صفه اتهمته بانه يحكم في فما شخص قال خلاف ذلك لحد الان في دوم الساعه. فما ناس مفاه والناس اكدوا، مش ناس كل اكدوا. يا سيدي ما هو نحن عندنا كيما كل الاحصائيات. ما يختلفوش اثنين في لون الشيء اللي توجد في وقت من الاوقات ولا صبر اراء، مش ما نحتاجوش لصبر اراء. الفتره هذيك هذاك هو التواصل، انا سيناريو واضح من غير ما ندخل في تفاصيل. اي من غير ما ندخل في تفاصيل ما زلت ثابت على كلامك ومتشبث بكلامك. تعرف اللي انت حطيت روحك في الخطر بالتصريح هذاك اللي تسجل لك في الفيديو ما نعرفش تلقائي ولا متعمد، انت حبيت تصفي حساباتك وتنتقم من العباد اللي خرجوك من وزاره الداخليه. لانه اونتر اوتر ثم شكون يقول انه كمال طيف ساهم في اخراجك من الداخليه زاده مش كان سلباجي. حبيت تنتقم منهم، خرجت التصريحات هذيك وانت تعرف انها باش تتعدى في الفيسبوك لانك ماكش انسان ذكي وانسان مسؤول وانسان عندك خبره وانسان عندك شويه دهاء يمكنك. تعرف اللي الناس قاعده تسجل فيك خاطر ظاهره تسجل فيك وانه باش يتعدى الكلام هذاك. ومن بعد قلت شنو ما في باليش باللي هو تسجل. تحب نقول لك صحيح من حقه باش يدافع روحه ولا من حقك من حقك. اثنين ناكد لك وعيد بالنسبه للتسجيل بالطريقه اللي تتكلم فيها به علاش؟ لان الطفله الصحفيه وربي يهداها معناها تكتب ستيلو به ما نرجعوش للتسجيل. ولكن الكلام هذاك حطك في خطر لانه ثم شكون قال انك تلعب مع الكبار اصلا السواحليه وكمال طيف وما نعرف شنو ما نجبدوش الجانب الاخر. انا قلت الشيء اللي عشته ومقتنع به وعاينته وامنيا مأكدينه الكبار يعني اونتر بارونتيز باش نوضح كلامي الكبار يعني الكبار سوا ديزون كبار في النفوذ الكبر الاخر ما نحكيوش عليه هذاك الكبير ربي فما حتى واحد كبير كبار في النفوذ. تفضل توضيح الشيء اللي قلته ما جبتوش من مخيلتي عشته وتاكدت منه وثابت امنيا وواقعيا امنيا امني من حيث التقارير ما عندوش تقارير تقارير تجيك وانت في وزير الداخليه اي معلومه تحب تاخذها على انسان تكلف واحد الصباح تسعة واربعة يعطيك المعلومه ما تخش حتى للوندومان تقول مثلا فلان وين يمشي وكذا وكذا يجيب لك المعطيات الكل دونك بعد المعطيات قلتها نعرفها. يعني ما ندمتش على تصريحاتك هذيك؟ ما ندمتش ضميرك مرتاح؟ ما ندمتش ما ندم التصريحات صحيحه ما ندمتش عليها صحيح صحيح. حطيت حياتك في خطر في الوقت هذاك في الوقت هذاك انا سمعت انه مسؤول كبير في الدوله هذيك مش لازم نزيد نسمي وانت تعرفوا شكون امر بمحقك وبمحوك وبسجنك وبالقضاء عليك وكان التعليمات صارمه وحازمه السيد هذا يلزم تقضيه عليه صحيح ولا صحيح فوالا وانت اضطريت حراره الروح وكذا وحياتك ولات في خطر وعائلتك اضطريت باش تهرب الفيرما في الشمال في ولايه بنزرت تتخبى غادي في انتظار تتبع في الاخبار نتاعك وكنت وقتها يعني حتى الناس اللي حبت نجاة بنفسي والشعب الكريم الشعب الكريم مسيو تو الموند حبك وقت حبوك زواوله وكذا وتكلمت وقتها الناس ناق مع البرجوازيه ولا كيفاش فما صراع طبقي وناس ما جاعت برشا وكذا حبوك خاطر كنت صوتهم تخبيت كنت فتره عصيبه صحيح عصيبه الفتره ذيك موليت معناها لابيت اباتر اي فوالا كنت حاجتي القرار الحاسم وقتها موكول مسألة القضاء حاجتين يا ترفع حصانه يا ما ترفعش تستنى في قرار الرفع
هوروزمون بور موا القضاة وقفوا مع ربي نجاني من القوم الظالمين. قعدت لو كان رفع الحصانة كنت باش ابحروا ماشي لايطاليا وسويسرا. باسبور حاضر وكل شيء، عندي باسبور دبلوماتيك، اي باتو باسبور دبلوماتيك وعندي باسبور واحد مصرف الديفيز واموري منظمه. كنت باش تحرق ماشي سردينيا ولا سيسيليا وتعدي الروم نمشي لجنيف. وقتها انت معناها باش تكون اول وزير داخليه يحرق. وقتها نسقت اذا كلمت الرئيسه تاع المفوضيه الاوروبيه هذيك، قلت لها نجيب بحذاك حضر لي جرايه والمخد مو فما كل المؤتمر العالمي تعمل في سويسرا وقت ديبي مي حقوق الانسان. قالت لي اجا ونعطيك الكلمه واعمل خطاب. ومش تعمل خطاب من غادي مش تهاجم فيه الحكومه تاع البي جي بي باش تكشف اكثر من هكاكا. ندافع عن روحي باش تفرش الاوراق الكل. هذاك انا صرت عندي شكون معناها يوم الافتتاح الاجتماع باش نقعد كل شيء منظم. قعدت تستنى في القرار تاع دبشك حاضر باسبورك حاضر باش تحرق مشيرة بنزرة البابور حاضر ومازوت مريقل البلان وكل شيء مريقل الباسبورات والدفيز حتى حوايج مريقل. من كثر ما ايست احباط وليت حياتك مهندس فرحات دارك يعس عليها الناس الشعب. لا بارا انا وليت انا مقصود شخصيا. اي مقصود مستهدف من شكون سي فرحان؟ شكون اللي اعطى تعليمات باش يتقضى عليك؟ انا الفتره اللي كنت سي الباجي رئيس الحكومه. اي سي الباجي وليت انا معلش ودور قالها في الخطاب تاعو قال سي شو اسمه حب عاشور انا عملت اقل مني اعطاه 10 سنين معناها انا مش عطيني بقيه عمر حطيت هكاك. وشنو العمل اللي عملته؟ انا اديت واجب في اطار معناها لا دخلت قريب تدخل البلاد في فوضى. شنو العمل اللي عملته؟ قريب تدخل البلاد في فوضى. اسمعني هذاك اجتهادي انا ناديت لي ولا قمت بالعمل تي دو اسيومي لي كونسيكونس تاع العمل تاعي. ان اصبت عندي اجران، ان لم اصب ديما عندي اجر حاصل. ولكن الوضع هذاك مش قبلت تعاقبني وقتاش تعاقبني انا؟ تعاقبني كي جاني نعمل اعمال لا الاعمال اللي عملتها هي صحيحه ما نثبتكش مش كما تنسبكش اعمال نولي انا. اي ولكن انت قبلت وكنت الوضع اللي حكيت عليه انت من بعد ما حكيت عليه كان خرجت وقت اللي كنت تخدم كنت متعايش معاه وقابله كنت قابل ثم حكومه ذل تعرف كل شيء كذا. اما كي تنحيت وليت يلزم تنتقم علي وعلى اعدائي. انتقمت كي تخدم معاه ما عمل لي حتى شيء. كي جاي بعد عاقبك يقول لك ما نعرفكش ويعاقبك تكشف الاوراق بس تصير نورمال. هذا يعني حد دفاع حد دفاع, دفاع شرعي هذيك ما نحقش نتكلم. وانا من نوع ما نحبش الانسان كي معناها كي واحد كي يقول كي مارش سور مي بي ما نحقش ندافع. في الوقت هذاك كمال طيف رجع عليك قال كنت تقيم علاقات شديده الخصوصيه مع دوائر عائلتي بن علي والطرابلسيه وتلك الاسماء من العائلتين ما زلت على علاقه ما زالت على علاقه بالراجحي بعد الثوره وان بن علي املى عبر وسطاء موجودين في تونس عليك كلامك اللامسؤول اللي قلته في التسجيل. والله ما نعرف منهم حتى انسان طرابلسيه جامي كيما التوانسه الكل اذا نعرف انسان من يعني ما تحسش انك في الوقت هذاك البلاد على شفاه هاويه والناس تهدي في الاوضاع وتمشي للاستقرار اخترت التوقيت الخطا باش تقول الكلام هذاك قريب تدخل البلاد في حيط كما يقولوا وما كنتش راسين وما كنتش معناها متمهل اخترت التوقيت معناها كان ينجم يشعل الدنيا وتحولت انت الى بطل شعبي مقابل انه البلاد تدخل في حيط. تصريحات مره عاديه استغليت عواطف الشعب وعواطف الزواولة وعواطف الناس وعواطف الثوريين والعاطفه الثوريه مازالت متاجه استغليتها. لا وفكرت كان في روح اي تصريح في الانتقام. اسمعني اي تصريح تحب تكبره وسائل الاعلام تكبره تحب تطفيه تطفيه. لا سي نورمال تقول كلام كيما هذاك وتحب تكبره كلام كبير بطبيعته بالعكس وسائل الاعلام ما زادته حكي ما هو. مادام كلام واقعي بوركو با عليه. مادام صحيح من حقي باش نعبر. الثوره مش تعملت اونتر اوتر حريه التعبير من حقي باش نعبر. بالطريقه التي اراها شخصيا ما تشكلش جريمه. قريب تدفع ثمن غالي سي فرحان. قريب تدفع تكاليف غاليه باهظه حياتك ومصيرك ومستقبلك وعائلتك قريب تدفعها. علاش؟ مقابل اللي قلته كنت هك تحكي كنت تحكي هارب في ثانيه بعيده في ولايه بنزرت ومش تحرق ومحضر باسبورك باش تهرب عن طريق البحر وباش تولي حارق. يعني كنت باش تدفع تكاليف باهظه جدا في سبيل البلاد في سبيل الدفاع على نفسي. مادام معناها تورطت في سيستم اللي هو مشبوه الفتره هذيك جدوا ونصيبي لي كونسيكونس. نظام مشبوه وقتها تورطت فيه تحس روحك يا اخي نظام حكومة سي الباجي الفترة هذيك الشعب التونسي عموما راضي على
راضي بون معناها فتره نتاع ثوره واحد نسبية. فتره نتاع ثوره لكن ما يمنحش مش راضي سي نورمال في الفتره هذيك باش تكون فما فوضى واضطرابات وواحد سي نورمال الفتره هذيك الناس المسؤولين جاي هما حكينا فيه اللي هما مسؤولين سابقين وبالتالي معنا الشبهه كما قلت بالنسبه لي نحكي بالقضاء الشبهه موجوده في المصداقيه تاع الحكومه الانتقاليه الفتره هذيك وبالتالي اللي كان دخلت فيها انا وربما تقع لي اشياء ولا تبعات ولا ربما نضر جو دو بيي البري وتوا كي تقول الكلام هذا ماكش خايف ماكش خايف من كمال الطيف والنفوذ نتاعو والعلاقات نتاعو كمال طيب عندي ما حد شيء انا كشخص ما عرفت الفتره هذيك وما عملي حد شيء كان يعاين في المديرين في الداخليه سي فري كانوا اصدقائه توا وخرجت قضيه في الفتره الاخرى تليفونات مع مديرين كانوا يخدموا معك ما عنديش 700 مكالمه ما نعرفش شنو كل واحد قداش ولا مش صحيح قضيه مفتعله في التعيينه في التعيينه الفتره هذيك نعيط كل وزير داخليه عاين وحده مش ما عندوش يدو طالب باش يعاين مديرين بالواقع ربما شنو في التنسيق كيفاش تعملي تعيين؟ تنتقى مدير عام ويشاورك هو اصلح ربما تقول هو اذا كان يتعامل مع اشخاص اخرين وارد اما بالنسبه لي انا معناها ما نعرفش اللي هو قاعد يعين ولا يعمل يعني. ما نصورش دوره وتوا ثم قضيه راي عام اسمها قضيه كمال طيف توا في الساحه التونسيه ومتهم بالتامر على امن الدوله وكلام كبير ولتوا ما فما حتى شيء ما فما حتى جديد هل تعتبرها زوبعه في فنجان وقضيه سياسيه لعزل كمال الطيف ويستعملوا فيها والا تنجم تكون قضيه واقعيه وحقيقيه ومبنيه على ملف كبير. لو كان اثيرت القضيه ذي السي كمال الطيف في الفتره اللي موجوده في الحكومه الانتقاليه الاولى سواء كان تحسين الباجي ولا واحد غنوشي يمكن القول يستقيم نسبيا. اما تو في الظرف هذا والترويكا معناها بتمسك بالسلطه ومباشره انا راه ما نتصورش عنده حتى اي دور حتى يسلم جلده قولوا معاه. باهي نمشي و بالتالي في رايي تعتبر بمثابه الزوبع في فنجان. هي كنت زمانها في الظرف قضيه فارغه هي صحيحه ما قضيه فارغه نجم تكون صحيحه حسب معلوماتك يعني يشبه الكلام اللي قلته انت قبل في الظرف الحالي توا ما عنده حتى اي فيه ما عنده حتى معنى هو كشخص توا ماهوش فيها ما عنده حتى دور توا قبل كان عنده دور قبل كبير قبل ممكن توا لا باهي نمشيو للجزء الاخير من هذه الحلقه سي فرحات يعطيك الصحه على صراحتك واهلا وسهلا قليل علاش؟ خاطر فمسؤولية كبيره ياسر في الانتخابات هذه اللي هما اقصوا مستقلين طريق الاقتراع تقرر ما انتخبتش حزب معناه لا باختصار مش مقتنع بهم الاحزاب الكل موجودين الكل مش مقتنع لا النهضه ولا التكتل لا المؤتمر ولا البي دي بي ولا حتى حزب انتخبت مستقل علاش؟ الفتره هذيك مش في المستقبل انا قناعتي في صياغه الدستور باش يمثل جميع شرائح المجتمع وجميع الطوائف يلزم في اكبر تشارك وحضور مثل الشرائح الكل ما يكون كان عن طريق مستقلين عن طريق الاحزاب لا باهي انت يظهر لي وقت في وقت من الاوقات توقعت حتى فوز النهضه بالسلطه توقعت يعني في تصريح من التصريحات كنت متاكد انه النهضه باش تفوز بالحكم صحيح علاش؟ لسبب بسيط الحزب الوحيد المنظم المؤثر ومتواجد في جميع جهات الجمهوريه هو حزب النهضه وتعتبرها الحزب الوحيد اللي تحرك بالكدا الحزب الوحيد المنضبط بالكدا دونك المجال مفتوح باش ينجح معنا فصيل اي فصيل يجري وحده في السباق تعتبر انه النهضه خيبه الامل اليوم في السلطه والا الصعوبات هي اللي تغلبت عليها وعادي جدا الوضع ما نقولوش خيبه امل وانما النتيجه الموجوده توا ما كانتش في مستوى طموحات وانتظارات الشعب التونسي ككل ما خيبتش الامل يعني جزئيا هاو خيبه الامل فين المسؤوليه نتاع اونتر دو غران غومي تقول خيبه امل ما تحملهاش نهضه واحده باش يكونوا عادلين نهضه اون بارتي واضح ما عندهاش خبره تقول مثلا ما مشيتش بدرجه كبيره في اطار التوافق والحوار لكن حتى المسؤوليه على المعارضين المعارضه ما كانتش ايجابيه ثلاثه شعب تونسي بيدو مواطنين تونس كل 10 من تونس حبوا يمشوا للديمقراطيه وطموحاتهم كبيره الديمقراطيه لكن بقدر تعلقهم بالمبادئ الديمقراطيه بقدر ما كانت ممارساتهم ديكتاتوري سور تيران كان سابوتاج ما كانش المواطن التونسي يعني ديمقراطيه بلا ديمقراطيه بلا ديمقراطيه التونسي كما يحب كما الانسان عنده برشا حقوق يحب يمارس حقوقه
كي تقول واجب يسبك. اليوم فما طبقة سياسية كاملة كانت تناضل في عهد بن علي وكانت ضد بن علي. بعد كي شدت السلطة وإلا اقتربت من السلطة وإلا شدت الأحزاب، ترى أنها كانت وفية للصورة اللي كانوا حاملينها عليها الناس، الصورة النضالية النظيفة. ثم طبقة سياسية كاملة شدت الحكم وشدت أحزاب اليوم قريبة من يعني أحزاب بعد الثورة. أي بعد الثورة. طبقة نضالية من المناضلين. كان الشعب ينظر لها مناضلين، شرفاء، نظاف، زاهدين كذا يناضلوا همهم النضال. بالضبط من كل طبقة سياسية همها في الوطن كان. اليوم تراها خيبة أمل، خيبة الأمل وإلا لا، قعدت وفية لك الصورة المثالية اللي ماخذين عليهم العباد. اليوم نشوفوا في عرك على الكراسي وصراعات، خطاب سياسي متوتر. يعني الناس هذوما هما بيدهم كانوا يناضلوا في عهد بن علي، كان عندهم صوره مثاليه ياسر. يعني نعتبروهم ناس نظاف، ناس شرفاء، ناس مانيش شكك في نظافتهم حتى لتو، ولكن سؤال لانهم دخلوا المعترك تو، ظهروا اكثر على الحقيقه تحت المجهر. كيفاش تقيمهم تو؟ قعدوا اوفياء. صحيح، العديد من الاشخاص من هذه. خاطر انسان مش كيما انسان يحكم. كيما انسان يكون ميليتون. كانوا من حيث الميليتونتيزم تاعهم، كانوا قويين وعندهم قناعات كذا، لكن وقت مشوا معناها باشر والكراسي والسلطه تبدلت نظرتهم للحياه. بحكم تشبثهم بالبقاء في السلطه يتعرضوا وتمسكهم بالمبادئ تاعهم. يتنازلوا على مبادئ. يتنازلوا. ينجموا يبيعوا مبادئهم في سبيل والامثله كثيره. ساير. الامثله كثيره في الوضع هذا. من غير تسميات. العديد والعديد من ناس باعوا ضمائرهم وانما باعوا المبادئ نتاعهم لا شيء الا اللي كونهم اما يبقوا في الكراسي ذيك والا باعتبار الوعود مستقبليه لنيل ربما مراتب ولا خطط ولا مسؤوليات سياسيه اقوى من اللي كانت فيه، وبالتالي تولي السياسه في جيل كبير منها ولات مصالح شخصيه في اولها. تتفرج في الوزراء، في خطابات الوزراء في التلفزه، بروفيلات جديده نتاع وزراء، بروفيل جديد نشوفوا فيه للوزير. تعجبك البروفيلات هذيك؟ يلزم يكون هكاك الوزير ولا يلزم يكون عنده بريستيج ووفي لهيبه الدوله ومحافظ على هيبه الدوله، والا عادي انه الوزير يتسب ويتشتم في البلاتوات التلفزيه في دي ديبا؟ معناها المعارضه تنجم ساعات تطيح قدر نشوفوا فيه. شنو رايك؟ عادي انه الوزير يكون هكاك ولا يلزم كيفاش تكون ديمقراطي انت؟ لازم عندك حتى ادنى زاد في الديمقراطيه حتى معامله العباد. تحضر الوعي. مالوريزمون الديمقراطيه تتصرف في الكران يولي ديكتاتوري، يولي من بقصير ماهوش متربي. تو مهما يكون وزير تو راه في المعاملات حتى في المستوى الاعلام راه مهما تكون صفه المسؤول الوزير وانتمائه الحزبي فما حد ادنى من الاحترام. انا اللي لاحظته ما فماش احترام الى حد الاهانه. حتى رئيس الدوله. الكل. بحيث اللوم كل اللوم على المواطن التونسي. انا ولا انا مش كل مواطن تونسي، السياسيين في بعضهم يعطيوا المثل الخايب. نبدا من المواطن حتى السياسيين. السياسيين يعطيوا للمواطن المثل الخايب. وصولا الى رجال اعلام. به واضح. اخلاقيا ماهوش مقبول. رجال اعمال الاعلام يسيروا في بلاتوات. يسيروا في الاسماء. معناها يتفاجئ احيانا الزوز يسبوا في بعضهم ولا خطابك انت خايب شنو نعمل لك؟ رجل اعلام كيما الاربيتر في ماتش كوره. يحب يريض الجو ما يتحكمش في الاهداف والبونتوات وطريقه اللعب. لا ما كيحبش على الجرادان النتيجه وكذا. اسمع اسمع لا لا بص صحيح كيحبش على الجرادان الشعبي بالاربيتر الشعبي بحيث المذيع عنده دور فاعل. رابطه حمايه الثوره تاسست في عهدك اعطيتوها لا مش في عهدك انت. لا واضح ما عندكش علاقه. انا كنت مسؤول ما تعطيهاش رخصه. ما تعطيهاش رخصه رغم انه ثم شكون يقول انها ضمير الثوره، النهضه والمؤتمر يقولوا انها ضمير الثوره وانها معناها حمايه الثوره ودافعت على الثوره ومتكونه من ثوريين. ثم شكون يقول انها ميليشيات النهضه؟ يقولوا شو يقولوا؟ نحن نعطيو الجمعيات كيفاش؟ نعطيو الجمعيه يلزم عندها موضوع. فهمتني؟ ايه. اذا كانت الجمعيه ما عندهاش موضوع ما تعطيهاش رخصه. واضح. فهمتي؟ انا التذكير بالنسبه للجمعيات. ايه. اخسر. مجرد الاخلال الفصل الثالث. يلزم عندك اوبجي في الجمعيه. الفصل الثالث يقول لك تحترم الجمعيه في نظام الاساسي في نشاطها وتمويلها مبادئ دوله قانون. والديمقراطيه والتعدديه والشفافيه والمساواه. الممارسات تاعها الميدانيه اول حاجه ما عندهاش موضوع. شو موضوعها؟ هاي ونسى كنا رابطة حماية الثورة. شو الموضوع تاعها؟ مقال باش تحمي أهداف الثورة.
معقول تعطي رخصه انسان يقول لك باش نحمي اهداف الثوره دون لابسوليو؟ لازم عندك موضوع. يلزم تتحل حسب رايك انت مع حلها توا؟ تتحل. هي ما كان عليها ان تستند رخصه قانونيه. وتوا يلزمها تتحل؟ يلزمها تتحل وكيفاش؟ يلزمها تتحل. خلالها بالالتزامات الموجوده في قانون الجمعيات. لكن المشكل حل الجمعيات ما يكون كان مقتضى قرار سياسي. واضح. به. خاطر ولا في الحكومه توا في رئاس الحكومه ما عادش وزاره الداخليه. به. صحيح. سي فرحات باش ترجع للسياسه قريبا، خرجت من القضاء توا متقاعد، واليوم نذكروا لي انت اول نهار وقت بث الحصه، نهار بث الحصه هو اخر نهار في القضاء. صحيح. باش ترجع للسياسه في حزب جديد مع اسماء محترمه كما سي محمد الحامدي، سي محمود البارودي، سي مختار الجلالي وغيرهم. مهدي بن غربيه. مهدي بن غربيه، سي مهدي بن غربيه، وسي القوماني. اسماء يعني محترمه واسماء عندها رصيد محترم. علاش مع هذوما بالذات، مع المجموعه هذه، مع الحزب هذا، مش مع نداء تونس مثلا ولا مع حزب اخر، علاش مع هذوما بالذات؟ هذوما بالذات انا مين نعرفهم؟ نعرفهم بالتلفزه. عجبوك. المواقف نتاعهم والتصريحات والتوجهات بافكارهم. تتلاقى مع افكار. تتلاقى مع افكاري انا. قلت والله الاولاد هذوما نمشي لهم نتصل بهم وبيساعدوا مني. وتكونوا حزب. بيساعدوا حزب. مش كونوا حزب. هما اللي جات قاعدين ينظموا. بيساعدوا مني انا باش ننظم. انظميت. دونك حاجتي الاشخاص نربطوها بحاجه اخرى. انت قبيله قلت الوزراء وكذا من حيث الحضور. هي اللغه نتاعهم والكاريزما نتاعو وحتى الشكل وكذا فيه الاعتبار هذا. والمواقف والمبادئ بتاعهم. مبادئ. والتمسك بها والبرامج بتاعهم وحتى في مقارباتهم معنا في السلطه وسلطه الحاكمه عندهم ديزابروش اللي حلوين. صحيح. دونك مش بالضروره. طب مثلا نداء تونس. يا سيدي الاتحاد الديمقراطي ما عندوش حجم سياسي وما عندوش. نبداو نحن به وربما ان شاء الله اولادنا ولا احفادنا يروحوا في مش بالضروره تكون حزب انت تو مازال لازم حينا تاخذ تو الحزب نتاعكم مازال في بدايته وما نجموش نحكيو عليه برشا ما عملش حاجه نحكيو عليها ولكن عندكم شويه فلوس عندكم حاجه لا لا مازال الماديات واحد مازال باش تكون معارض تقليدي في الساحه السياسيه تحول الى معارض التوجه الموجود تو لا الاحزاب الموجوده على الساحه نداء تونس ولا اليسار ولا النهضه تكون معارض سياسي عندك افكار معينه تاخذ البعد نتاعك في علاقه بالاحزاب هذيا وتكون معناها الخيار نتاعك اساسي تركز اساسا على الوضع الجديد تاع تونس والوضع المحتقن اللي هو جانب اقتصادي اجتماعي برانسيبالمون هذاك. حزب حداثي بروغريسيست مدنيه الدوله. وسيادتك سي فرحات نعرف اللي في وقت من الاوقات داعمك طموح ترشح لرئاسه الجمهوريه في وقت من الاوقات زينا شفنا في فيسبوك عندك برشا معجبين وعندك صفحه كبيره. كنت رئيس جمهوريه الفيسبوك بريسك الشعبيه الاشتراكيه العظمى. كنت رئيس جمهوريه الفيسبوك يعني افتراضيا الناس قيم ترشحك رئيس من كثر بعض تصريحاتك هذيك وانحيازك للشعب وللثورة. أنا كنت مؤمن بالواحد الجانب الافتراضي خاطر أنا نؤمن الثورة ذي وقعت ديجيتال معناها ثورة بالفيسبوك. أي رقمية. رقمية. افتراضية. افتراضية. واللي كان واللي معناها الشاعة الشباب. وبالتالي اللي ما يراهنش على الجانب هذاك الشباب والخيارات الجديدة بتاع المعلوماتية. ما يزال حتى دونك إن شاء الله. أنا قلت حاجة بالنسبة لزين العابدين من جملة الحاجات اللي راهن عليهم. هو انه عمل في كل بيت كل عائله حاسوب. الحاسوب اللي دخله هو اللي خرجه. اوبليجي عليه ماهيش فرض. يعني مش تترشح ان شاء الله مش نشوفوك مترشح لرئاسه الجمهوريه. لا رئاسه الجمهوريه والله دعابه و شفناك في الجريده قلت علاش لا في رئيس الصحفيين يلحون بالاسئله يقول لك اذا كان باش تجي انتخابات رئاسيه ما تترشح ولا باش تقول لهم لا ما ترشحش ترشح. لا ماكش باش تترشح ولا ممكن. لا تو اذا كان باش تدخل في حزب ما نعرفش مش امر بيدي انا معناها انت والظروف والمعطيات والوضع باهي وبكل صراحه شنو رايك في رئيس الجمهوريه الحالي السيد منصف البرزوقي في ظهوره في صلاحياته في قراراته في البروفيل نتاعو في والله هو رئيس سياسته في نفوذه تاثيره السيد منصف البرزوقي ليماج نتاعو مفكر ان غرون ميليتون في حريه حقوق الانسان
انا كان في موقع هو حبذا لو لم يتسلم اي مسؤوليه في النطاق السياسي ولو رئيس دوله وخاصه مستقبلا نابان تيري باش تعرف علاش دخل المنظومه ذي وياخذ كما يقولوا يرجع للميدان الحقوقي ويعمل كيما نيلسون مانديلا يقعد يجوب بلدان العالم يدافع عن وخاصة انه متاثر بنيلسون مانديلا يعني باختصار بمعنى اخر ما يجيش رئيس يعني تحب تقول مش ما يجيش رئيس الجانب الاخر اهم شنو اهم حتى رئيس دوله كيكون فاعل وناجح وعنده صلاحيات وتاثير وكذا لازم يكون ناجح رئيس دوله ما يلزموش يكون ميليتون في الميدان دو لوم تعرف علاش؟ خاطر كيما نقولوا كونسيلي كونسيليابل السياسي السياسي عنده جوانب اخرى وكذا مره يطبقها مره يطبقهاش حاجتي اذا كانت تكون ميليتون في حقوق الانسان وقعت في الميدان هذاك تو برشا ناس اصحاب مبادئ يقول لك انا جميع واضح نحب تعطي عدد لاداء الحكومه على 20 قديش تعطيها على 20 الحكومه الحاليه في ادائها وفي في نعطيها 10 وانجازها 10 على 20 10 الحاكم يعني لا حسن ولا ماش معناها دبلوماسية ذي ولا واقعية؟ لا واقعية وقلنا نحن إذا كان فما إخلال مش مسؤولين عليه 100% مشاركين فيه دونك نحن نشد الأعصاب الوسط وزارة الداخلية وزارة الداخلية قداش تعطيه؟ العمل نتاعها توا حاليا العدد 8 دون متوسط 8 على 20 ما عالجتش الأمور المتأكدة الأمنية بالطريقة التي يقتضيها الوضع خاطر وزارة الداخلية مع احترامي السيد العريض يحب يعمل العمل ايجابي لكن يبدو لي وان برشا تجاذبات تحكى فيه ما تخليش يقوم بورتو هو قادر باش يعمل ما خير وزارة العدل وزارة العدل تكون عادل اي 10 10 بالضبط 10 الحاكم وزارة الخارجية وزارة الخارجية ما عنديش الفير باش نكملوا بوزارة الخارجية وزارة السياسة ما نعرفش الداخلية بوزارة الداخلية وزارة عدل نعرف التقييم وزارة الخارجية من خلال العلاقات هذيا الدولية وصورة تونس وكل شيء والخدمة اللي خدمتها ظاهرة لأي مواطن وأداء الوزير متوسط يعني 10 زادة 10 10 راهو مبدئيا مش باهي هاك باهي معاه 10 الحاكم سي ديجا نجحوا 10 تكفي للنجاح تراعي الجانب باعتبار تعطيك 9 على 8 10 معدل يكفي للنجاح يكفي النجاح اي نجاح ضعيف ولا قوي هذيك حاجه اخرى العام الثاني نجحت في القسم اللي بعده ينجم يكون خير خاطر باش يتعلم العدد هذاك السيف يحاول يحسن مستواه ربما يكون خير شنو السر انه البوليسيه يحبوك برشا اعوان البوليسيه يحبوك ياسر معناها بسيط الجواب انا نمشي في الكياس انا رجعت 9000 عرضوني بوليسيه يسالوني شكون لانفيتي قلت اول مره يشكروا لي الضيف تاعي بالكدا يحبوك انا خاطر عملت معهم كالباي ودفعت عليهم والحاجه صارت درجه كبيره ياسر رجعت 3000 انت 3000 رجعتهم للخدمه تقريبا 7000 ما بين في جميع القطاعات حتى الناس في القطاعات الاخرى تو السجون الحرس الوطني اكثر من 5 اكثر من 6000 عدد كبير نعرف الله عما سلف وشو في اطار ثوره وكذا حبذا كان يخطر ترضيه الاوضاع وحتى هذه تقال فيها برشا كلام رجعت عباد زاد ارتكبوا جرائم كبير ثم شكون حتى قتل بور قال داخل باش ما سمعني قالوا متورط في قضيه قتل بور انا كلام قريته استرداد الحقوق الانسان ما يستردش حقوقه يولي مواطن عادي وتكون هذيك الدرس في حياته ويعتبر منها ويرجع ربما ينقذ روحه ويشيل عائلته بوركو با نحن ما قلنا ثوره في اطار تصفيه القلوب تو نحكي بوضعنا الحالي باش ما في تونس نخرجوا من الازمه الموجودين فيها تو عندنا احتقان كبير وخطر وخوف والناس الى حد التازم لو كان نقربوا لبعضنا ونحيوا حكايه هذا اسلاميست وهذا راديكال والاخر لايك والاخر علماني ونتحاوروا نجيو نقربوا لبعضنا ونحبوا بعضنا تفصل المشكلة. انت الغريب سي فرحات انك انت الانسان اللي حل التجمع تو ضد اقصاء التجمعيين حسب ما قريت لك في تصريحات كيفاش تقصي التجمع ما تقصيش التجمعيين من الحياه السياسيه؟ ما نقصيش التجمعيين علاش؟ ما نحن كي نحلوا المؤسسه كي نحلوا مثلا ايكيب تاع كوره ولا حزب ولا جمعيه نعاقبوا الاشخاص هذوك خاطر مجرد الانتماء الى حزب لايديولوجيا معينه مش معناه امبليكي عملت انا قلت لك الانتماء لوزاره الداخليه في جهاز معين مشيت حتى قبل لابروش مش معناه انا عملت واضح مشينا حتى اذا كان يعمل هو بتعليمات ربما المسؤوليه بتاعه تولي محدده بالنسبه لحل الحزب انا ايش قلت؟ الاقصاء
هو حرمان من حق المواطن. يهبط انسان اقل درجه، ما يكونش مواطن عادي بكمل حقوقه. يولي درجه ثانيه. يعني مش عارف في تعاود الحكايه 20 مره، يكون بمقتضى حكم قضائي ادانه متزامنه مع الحق من قيمته الواحد بحرمانه من الانتخاب من الاقتراع من كذا. يعني ماكش كونتر انه الكوادر العليا والوزراء تاع بن علي واعضاء الديوان السياسي في التجمع يتقصاوا من الحياه السياسيه. ما كملتش عاد خليك. تفضل. قلت كذا المبدا. تبقى نحن باش نكونوا كونكوردون. منسجمين مع افكارنا وتوجهاتنا وقراءاتنا الواحد. في الفتره تاع السيد باجي قيس في الحكومه اللبنانيه تبنينا الاقصاء، صحيح ولا لا؟ في الانتخابات المجلس التاسيسي قلنا راوها اقصاء بالطريقه ذي. باهي. دو في القانون الاخير في 16 بتاع الهيئه العليا للانتخابات اللي باش ترشحوا الهيئه تبنوا الاقصاء وصدقوا عليه في المجلس التاسيسي. باهي. باش نكونوا منسجمين مع بعضنا وما خالفوش الديمارش اللي عملناها. في المرة الثالثة ذي حتى الانتخابات الجاية نمشي في حدود الإقصاء هذاك. واضح. سي فرحات. وين فوا بور تو تقص المشكل. واضح. توا باش تدخل التحزب، أنت كانت الناس كل بريسك، الناس كل تحبك، الشعب يحبك، يعتبرك مسيو لو بروبر. مسيو بروبر معناها كانت تسمية تسمية أطلقوها عليك برشا ناس وجزء كبير من الشعب. نظرا لتصريحاتك ومواقفك وكذا المنحازه للثوره، اليوم باش تتحزب وانت قاعد معاه من وزراء يعني باش تدخل تحت قالب باش تقول بروحك في حزب. الحب هذا باش تخسر منه برشا، لانك باش تولي عندك انصار حزب معين والاخرين ضدك وهذوكم باش تخسر برشا من شعبيتك ومن محبه الناس. مهدده وليت شعبيتك. مقاربه صحيحه اون بارتي. لكن اذا كان سي جميع انسان باش يخمم يدخل الميدان السياسي. في الخضم وفي الزخم الحالي. يمكن لكش تدخل سيور لاسين بوليتيك اذا كان ما فيش دار حزب وحدك كبيرسون فيزيك. تترشح للرئاسه. حلقه كفرد هكاك. انت وطريقه القانون الانتخابي، واذا كان يعني نظام برلماني انتهى امرك. صحيح. ما تقبلش باش تكون رئيس بدون صلاحيات. جي في اخر الوقت تدخل ريان امبيش. بدون صلاحيات يعني في نظام برلماني. لا ما يسالش بس نظام برلماني لا، الرئيس انتخبه البرلمان. ما تدخلش انتخابات يونيفرسال معناها الناس الصوتيه. اي رئيس معناها بريسك. رئيس تاع كتله معينه. حزبيه. انا حتى من الضروري يكون في حزب معين. كمستقل ما توصلش. اخر سؤال، شنو تتوقع للانتخابات القادمه؟ لازم ناخذ رايك اليوم، فما صراع كبير، فما استقطاب، فما زوز احزاب كبيره استطلاعات الراي الظاهر اللي هي في المقدمه في الطليعه حركه النهضه كالعاده، ولكن خلطت عليها تو حسب استطلاعات الراي خلطت عليها نداء تونس، ما نعرفش شنو انت تقييمك هذه استطلاعات الراي وفيه للواقع والا شنو توقعاتك؟ النهضه خسرت برشا من شعبيتها والا لا؟ نداء تونس اسكو ظاهره اعلاميه كما يقولوا جماعه النهضه والا قوه حقيقيه قادره على المنافسه؟ شنو انا قراءتي سامبل وقراءة كل تونسي. إذا كان ما تقعش جبهات وتكتلات بتاع العديد من الأحزاب في إطار كتلة ولا كتلتين في مواجهة النهضة. النهضة تربح باص، إذا كان يقع تكتلات النهضة ما تربحش. التكتلات هي قاعدة تقع تو نو؟ الموجودة حاليا. ما يلزمش العديد من التكتلات. أما ما فماش حزب وحده يلزم النهضة قصدي. لا فماش. امبوسيبل. ما في الوقت بكل ترافاي. يلزم مدة طويلة. علاش؟ رغم انها النهضه خسرتش جزء من الشعبيه نتاعها النهضه خسرت حتى من اللي صوتوا لها لكن ليه التنظيم نتاعها والامكانيات الموجوده وجودها وقاعد تنجم تخدم سيرو تيران وتحسن الصوره نتاعها وتلمعها وربما تفوز بها الشيء المفقود عن بقيه الحزب. ينجم حزبكم يدخل في تحالف مع نداء تونس في وقت من الاوقات ممكن؟ اذا كان المصلحه والضروره نقول الراجل يحب قاعده الضرورات تبيح المحظورات. اي ولكن يا سي فرحات الراجل اللي كنت تحكي عليه حب يقضي عليك وحب يمحقك وحب كذا يمحيك من الوجود. اذا كان مصلحه تحط يدك في يده في السياسه مستقبلا مصلحه البلاد وتعاود تخدم معاه في حكومه اخرى ربما اذا كان مصلحه البلاد والوطن تقتضي ذلك حتى الشيطان تخدم معاه تخدم معاه. مرحبا بك سي فرحات، يعطيك الصحه على صراحتك، ما كنتش مشحاح في الاعترافات. فرصه سعيده. حضورك شرفنا.